اوكي مرحبا، بليز افتحوا لي كويك بوكس عندكم، متأكدوا انكم فاتحين اخر شغل احنا وصلنا له بالمحاضرة الماضية. احنا خلصنا تشابتر 5 اللي هو كان ريليتد للكاستمر والريسيفابلز لشركات الميرشندايز. اليوم راح ناخد تشابتر السادس اللي هو بيحكي عن الفندرز والبيبلز بشركات الميرشندايز. اوكي، الجود نيوز انه احنا اليوم راح ننهي المادة المتعلقة بالكويك بوكس، فاليوم راح نخلص التشابتر وبنكون خلصنا المادة المتعلقة بالكويك بوكس ان شاء الله. في لكم كمان جود نيوز تاني بس بحكي لكم اياها كمان شوي. طيب، فافتحوا الكويك بوكس عندكم، انا كمان خليني افتح الباك اب لانه هاي نسخة الشعب الثانية. طيب هلا تشابتر 6 يا شباب راح يكون متعلق ب سوري بالفندرز والبيرتشيزز بشركات الميرشندايز. هلا المين ديفرنس عن تشابتر 3 اللي احنا اخذناه قبل، اللي هو برضه كان متعلق بالفندرز والبيبل لشركات السيرفيس، انه احنا شركات السيرفيس ما كنا نشتري بضاعة، كنا فقط انه اذا بدنا ندفع رنت، اذا بدنا نشتري سبلايز، مينلي هاي الاشياء اللي كانت تمرق معنا. هلا شركات الميرشندايز انتم عارفين انها بتشتري بضاعة وبترجع بتبيعها، فالمين ثينج اللي احنا رح نتعلمه ديفرنت عن اللي اخذناه قبل اللي هو شراء البضاعة وكيف الستيبس، كيف أنا بستلم الانفنتوري تبعي، كيف بصدر الفاتورة، كل هاي الأشياء. وإذا صار عندي مرتجع ببضاعة، هاي الأشياء اللي راح نتعلمها ديفرنت عن اللي أخذناه قبل، لكن نفس الكونسبت، البيلز البيبلز نفس الكونسبت. وفي شاشات جديدة راح نتعلمها بشابتر 6 إن شاء الله. أوكي، let me share my screen with you. طيب هذا آخر سلايدز نازلين على الاي ليرنينج اللي هو تشابتر 6. انا منزلت لكم اياه اوريدي على الاي ليرنينج من قبل، اللي بيفتح السلايدز يعني ميك شور انك تفتح السلايدز الجديدة. هلا اول اشي بدنا نتعلمه انه هو شوي يميز لي بين الـ different types of discount. انتوا صراحة اوريدي بتعرفوهم لكن برجع بذكركم فيهم على السريع. انه انا اذا اشتريت بضاعة، وهاي البضاعة صار عندي خصم عليها، بنظرا اني انا مثلا دفعت بكير سعر البضاعة فاستحقيت خصم، فهاي الديسكاونت بيتخفض من قيمة البضاعة، بيتخفض من الكوست اوف جود سولد زي كأنه. اوكي، يعني زي انا اروح اشتري، زي كيف انا لما ابيع بعطي كريدت تيرمز للكاستمر، اذا دفع راح ياخذ خصم. نفس الشيء انا لما يبيعني الفندر البضاعه، اذا انا دفعت within the discount انا كشركه راح اخذ خصم، فهذا الديسكاونت بالنسبه لي راح يكون ديسكاونت بخفض كلفه البضاعه علي. اوكي، هلا الاذر تايب اوف ديسكاونت اللي هو سيلز ديسكاونت اللي احنا تعلمناه بالشابتر الماضي، لما انت تعطي ديسكاونت للكاستمر
let's say برضو الكاستمر دفع بكير ودفع within the discount period فاجيت انت اعطيته خصم, هذا الخصم اللي احنا بنحطه على الكونترا سيلز اكاونت اللي هو اسمه سيلز ديسكاونت, هذا بخفض لي السيلز ريفينيو تبعي كشركه وبخفض لي النت بروفيت, بالمقابل الديسكاونت اللي انا باخده على البضاعه رح يخفض لي الكوست اوف جود سولد, فبالنهايه بزيد لي النت بروفيت تبعي. الثيرد تايب اوف ديسكاونت اللي هو انا باخده على المشتريات, اذا انا اشتريت سبلايز اشتريت اي شيء وتخفضت او اخذت خصم لاني اشتريت كميه لاني دفعت within the time whatever, هذا اللي هو بسموه purchase discount. هذا purchase discount بخفض لي مصاريفي, فبالنهاية يعني مثلا supplies expense رح يكون عندي أقل لأني اشتريت supplies بdiscount, فبخفض لي مصاريفي فبالنهاية رح يزيد لي النت income تبعي. okay. هلا انت المفروض already بتعرفوا الأنواع, بس يعني هو أول chapter بيشرح لك شو الفرق بينهم, بيعطيك income statement وبيبين لك كيف الdiscount بفرق معي, مش كتير يعني رح أركز على هذا الجانب. إحنا ما بلشنا بشابتر 6 أبداً صح؟ إحنا الفصل المحاضرة الماضية خلصنا شابتر 5 بس صح؟ إحنا ما بدينا إشي بشابتر 6, في حدا متذكر؟ أنا متذكر إنه إحنا ما أخذنا إشي بشابتر 6, حدا كتب لي ترى ما بلشنا. يس أوكي خلص ممتاز, معناته إحنا أنا ماشي صح يعني, بس مرات بخاف أخربط بينكم بين الشعب الثاني. طيب ف chapter 6 اول شيء نبلش نتعلم, وفي شويه امور هيك بدي يعني اعملها قبل ما ابلش اشتغل بالبلز والبضاعه واشتريت, خليني بس اورجيكم, ومو شرط انكم تفتحوا زيي بس تطلعوا على موضوع الريمايندرز. هلا الريمايندرز اللي بالشركه بتساعدني بعده امور, بتذكرني بالميمورايز ترانزاكشن عندي, راح نتعلم كيف نعملهم, بتذكرني أهم نقطة إحنا نحكي عنها هون, بتذكرني بالبضاعة اللي أنا I should reorder. إذا متذكرين لما إحنا عرفنا الايتم رحنا حددنا reorder point, إيش يعني reorder point؟ يعني لما المخزون تبعي يوصل لحد معين فأنا بديش إياه ينزل تحت هذا level of inventory فبروح بطلب البضاعة. ففعليا أنا في عندي reminders بالبرنامج بتساعدني اني اتذكر شو الاشياء اللي لازم ارجع اطلبها. اذا رحت على كومباني, على كومباني من الليست فوق رحت على كومباني واخترت شيء اسمه ريمايندرز, تفتح لك هون الريمايندرز, شو سيلز اوردر تو برنت, بيلز تو باي, اوفر ديو انفويس تشيك الى اخره. انا بيهمني هذا انفنتوري تو ري اوردر, انفنتوري تو ري اوردر. انا الايتيمز اللي موجوده عندي صراحه مختلفه عن السلايد, السلايد مطلع لي عدة items to reorder. أيهم يعني في عندهم السكينج, إيش عندهم إذا كبر هذي, عندهم التوغلز والسكيز بليدز والجلوفز والأندرويرز تبعون السكينج, كل هدول عندهم. أنا ما عندي صراحة إلا البوليز هو اللي I need to reorder. فهم يعني بس انه بهمك تعرف انه اذا انت بدك تشوف شو الايتيمز اللي يو شود ري اوردر تقدر تشوف هذا الحكي من الري اوردر, من تقدر تشوف هذا الحكي من الريمايندر ليست اللي هي موجوده بكومباني. يو كليك على الريمايندر, طبعا اي شيء انت حابب تشوفه بتكبس على السهم ليتوسع عندك شوف شو الديتيلز تبعونه. بس يعني هذا اللي بدي احكي لكم اياه. هلا على فرض اني انا بس فتحت الريمايندر حسيت انه لا انه انا فعليا لما حطيت الري اوردر بوينت تبعيت البوليز ما كانت ما يعني ما كانت دقيقه, انا يعني بكفيني انه انا عندي 10 ما بدي اطلب لما يكون عندي 20, بكفي انه يكون عندي 10. I could change الري اوردر بوينت يعني عادي بعمل دبل كليك عليها بفوت هاي الري اوردر بوينت محطوطه عندي 15 انا ما بدي اياها 15 بقللها بعملها 10 بعملها 5 وبرد بعمل اوكي okay. يعني I could reconsider reorder point تبعوني إذا أنا بحب. هو طالب إنك تعمل adjustment للunderwear skiings بس أنا صراحة مو طالع عندي الايتم فخلص يعني, بس افهم الفكرة إنه أي item ظاهر عندك هون أنت you could adjust the reorder point تبعيته. أوكي
طيب الانفنتوري سنتر في ناس ما عندهم راح يكون حسب الإديشن تبعيتكم صراحة، فبرضو راح أستعرضها بشكل سريع. في عندي أنا إشي اسمه انفنتوري سنتر، أوكي؟ هذا الانفنتوري سنتر في البعض منكم ما راح يكون ظاهر عنده. الانفنتوري سنتر أنا بجيبه من فيندرز، بس مجرد ما افتح على فيندرز في عندي إشي اسمه انفنتوري اكتيفيتيز. انفنتوري اكتيفيتي اول خيار عندي اسمه انفنتوري سنتر. اذا انت مو طالع عندك اتنطه بجديل مش مشكله، راح اقول لك من وين بيجيب التقارير اللي ظاهره فيه. اذا انت الاديشن تبعيتك تبعت الكويك بوكس ما فيها الانفنتوري سنتر عادي، اتنطه بجديل ات اول، بس عشان نكون ماشيين مع السلايد. Vendors, Inventory Activities, Inventory Center، بس أفتح عليها فعلياً بتبين لي أرصدتي من الانفنتوري، بتبين لي معلومات السيلينج برايس، بتبين لي آخر ترانزاكشن صارت على الانفنتوري. طبعاً إذا بدي أطلعهم كلهم هيهم آخر ترانزاكشن صارت على الانفنتوري اللي هو اسمه Accessorize اللي أنا عاملة عليه كليك. لو أنا بدي معلومات عن البايندينج سكيز بعمل كليك على البايندينج سكيز، الري أوردر بوينت، مين اللي بفيرد فيندرز، كل المعلومات اللي أنا بدي إياها. أوكي، ففعليا يعني إذا أنت الإديشن اللي موجودة عندك ما فيها هاي المعلومات مو مشكلة، أنت أوريدي بتقدر تشوف هاي المعلومات بعدة طرق. يعني مثلا إذا أنا بدي الريبورت تبع الانفنتوري فاليويشن سمري اللي موجود هون، أنا مو شرط أجيبه من هون، أنا راح أسكره من هون وراح أفتحه بالطريقة الطبيعية. الانفنتوري فاليويشن سمري بروح على ريبورت، بروح على انفنتوري وبعمل انفنتوري فاليويشن سمري عادي، يعني مو شرط أجيبه من الانفنتوري سنتر اللي موجود بالفندر، عادي بروح على ريبورت انفنتوري انفنتوري فاليويشن سمري بيطلع عندي. لو بدي الريبورت اللي هو انفنتوري ستوك ستاتس باي ايتم، نفس الفكرة، موجود من انفنتوري بروح على ريبورت انفنتوري، بروح على انفنتوري ستاتس باي ايتم. يعني انا مو مضطره اجيبهم من التقارير، مو مضطره اجيبهم من الانفنتوري سنتر. فاذا انت ما عندك انفنتوري سنتر اتس نوت ا بيج ديل. خلينا نعمل مثلا انفنتوري ستاتس باي ايتم، ببين لي كل ايتم عندي قد ايه، مين البريفيرد فيندر تبعي، شو الكوانتيتي اون هاند، شو الري اوردر بوينت تبعيتي إلى آخره، ببين لي معلومات عن الانفنتوري تبعيتي. طبعاً بعدل التاريخ حسب أنا إمتى بدي أشوف الانفنتوري تبعي. أوكي يا شباب، فأي تقرير أنت بدك إياه متعلق بالانفنتوري بتقدر تجيبه من ريبورت انفنتوري، بعدين بتختار التقرير اللي بدك إياه. الموست يوز صراحة الموست يوز اللي هو انفنتوري ستوك ستاتس باي آيتم و inventory evaluation summary، هذول الاثنين الموست يوزد بالشركات. اوكي طيب، حدا عنده سؤال على تقرير الانفنتوري؟ طيب خلينا نشوف بعدين شو طالب منا نعمل. لسا احنا يعني بناخد امور تحضيرية. طالب مني اعرف نيو فندر، ما اظن انه اشي غريب عليكم تعرفوا نيو فندر. مين يقول لي كيف بعرف نيو فندر؟ مين يقول لي كيف بعرف نيو فندر؟ دكتورة من فندرز ليست ولا ما في اشي زيك؟ بالضبط، من الفندر سنتر. ايوه بروح على فندرز، فندر سنتر، بس يفتح عندي الفندر سنتر بعمل نيو فندر. اوكي الفندر اللي بدي يعني اعرفه اسمه سنو ستاف. اوكي يعني التاريخ بفضل انك تحط لي اياه مثلا 1/1/2015 بس عشان يكون بنفس السنه، او 15 حتى واحد هو حاطه. اوكي شوفي كمان عندي معلومات له، المين، فون نمبر، انا هاي اكثر اشياء بكره ادخلها، 3-0-3-5-5-7-7-7-7-6-5، الايميل snow
stuff. Ski.com. الفاكس ما عارف شو رح ادخل رقم الفاكس. الادرس 71 05 كمي رود. انا بس رح اكتب هيك ما رح اكمل كل الادرس مش زي كانه هلا بدنا نبعث له شيء. احنا كمي ادرس ريو دينيرو كريفو واتبر كل الادرس هذا. اوكي طالب مني ادخل معلومات متعلقه بالبيمنت سيتنج اللي هي النكست ويندو. اوكي هاي على الادرس اعمل اوكي. البيمنت سيتنج التيرمز تبعون هذا الفندر بدنا اياهم يكونوا 2% 10 ايام نت 30. اوكي الكريدت ليميت 2000 واعمل لي اوكي. هيك انا بكون عرفت فندر جديد. المفروض هاي المعلومه اوريدي احنا ماخذينها قبل مش جديده عليك ما بدها اشي. هلا اذا انا بدي ايتم معين بدي احط له بريفيرد فيندر يعني مين هو الفيندر المفضل عندي اللي انا بشتري منه اي كود دو ذات. هذا الحكي بيساعدني اني لو اجيت اشتري هذا الايتم هو مباشره بيطلع لي مين الفيندر اللي انا لازم اللي عاده بشتري منه. لو انا بدي اغير ما في مشكله يعني بس اجي ادخل المشتريات لكن بيساعدني باني انا اكون عارفه اي ايتم انا بدي اشتري واكون عارفه مين البريفيرد فيندر اللي انا جربته قبل هيك شفت انه بضاعته كويسه بيعطيني احسن خصم بيلتزم معي بمواعيد التوصيل فانا بحطه انه هذا البريفيرد فيندر لهذا الايتم. كيف بعمل هيك؟ بروح على الايتم ليست تبعيتي على فرض انه السليدز بدي احط لهم بريفيرد فيندر بروح على سليدز اوكي افتحها اوكي. مجرد ما فتحت على الايتم بتعمل يعني هذا اللي نفسها اللي احنا لما نعرف الايتم بس احنا بدنا نعمل لها ايديت. انت يا بامكانك تعمل من هون ايديت ايتم هيها اوكي يا يعني انت بتعمل عليها دبل كليك بتفتح عندك انتهر. هون في عندي شاشه اسمها بريفيرد فيندر عندي هون شيء اسمه بريفيرد فيندر اللي هي التاب تبعك بريفيرد فيندر حط لي انه البريفيرد فيندر تبعي سنو ستاف. انا مخزنته سبو ستاف مش مشكله اوكي. البريفيرد فيندر تبعي اللي هو سنو ستاف انا طبعا هلا راح اروح اعدلها اوكي اعمل لي اوكي. هيك بكون سيفت انه الايتمز عندي اللي اسمهم سليدز ممكن انا بفضل اني انا اشتريهم من فندر عندي اسمه سنو ستاف. طبعا انتم ما تعملوا زيي انتم مش مخربطين انا بس بدي اروح اعدل كلمه سنو لاني كتبتها سبو. اوكي يا شباب هذا عنده سؤال لحد هون يعني بتوقع كلها معلومات بسيطه. في حدا عنده سؤال لحد هون؟ طيب هلا بدنا نبلش بالجد زي ما بقولوا. هلا بدنا نبلش نشتري بضاعه بدنا نبلش نشتري انفنتوري عشان نرجع نبيعها احنا كشركه ميرشندايز. هلا الستبس اللي بنمشي فيها بشراء البضاعه بدي اوضح لك اياها اول شيء عشان ما يعني ما تستغرب احنا شو كل هالتفاصيل اللي بنعملها. احنا كشركه بشراء البضاعه اول شيء بنعمله انه بنطلب البضاعه من خلال شيء اسمه purchase order. زي كيف الكاستمر كان يطلب منك البضاعة من خلال sales order بالنسبة لإلك لما أنت تشتري رح يكون اسمه purchase order بالنسبة للي ببيعك اسمه sales order. okay. فأول شيء أنا كشركة بطلب هاي البضاعة من خلال شيء اسمه purchase order. purchase order يعني أني أنا طلبت البضاعة لا وصلتني ولا اشتريتها ولا لسه صار شيء أنا فقط طلبتها. اوكي لا وصلت مخزوني لا الانفنتوري تبعي زاد ما صار عندي تعديل ولا صار علي ذمم لهذا الفندر. بيرتشيز اوردر انا فقط طلبت البضاعه يعني هذا زي كانه انا بطلب منك عرض للبيع او للشراء. اوكي هلا النكست ستيب بعد ما انا طلبت البضاعه انه البضاعه رح توصلني. هاي شايف كيف رسمه الشاحنه لما انا طلبت البضاعه بعدين بعد يومين بعد اسبوع بعد ساعتين المهم راح توصلني البضاعه.
بعمل إشي اسمه receive inventory، إني أنا استلمت البضاعة، إني أنا استلمت البضاعة. استلامي للبضاعة له خيارين، يا بستلم البضاعة وبنفس اللحظة بصدر بل عشان أثبت الدمام اللي علي، يا بستلم البضاعة وما بصدر فاتورة، بصدر الفاتورة later on بشي اسمه enter bill against inventory، inventory previously received يعني. اوكي برجع بعيد اللي حكيته، بعمل purchase order بعدين بستلم البضاعة. لما أنا أسلم البضاعة I have two choices، يا مباشرة بصدر الفاتورة يا أنا الفاتورة رح أصدرها بعدين. ليش بدي أصدرها بعدين؟ عادي عندي عدة أسباب، بدي أشيك على البضاعة، بدي أعدها كميات كبيرة، بدي أتأكد إنه الكمية وصلتني صح، بدي أشيك على الكواليتي تبعيت البضاعة قبل ما أصدر الفاتورة وأقيد علي الذمم لهذا الفندر. أنا حرة ليش بديش أصدر الفاتورة بنفس اللحظة، لكن أنا الكمبيوتر بيعطيني two choices. أوكي إذا أنا عملت receive inventory with bill رح يدخل الانفنتوري على المخزون تبعي، الانفنتوري رح يزيد، وبنفس الوقت رح يصير في عندي ذمة علي لهذا الفندر اللي أنا اشتريت من عنده البضاعة. إذا أنا فقط عملت receive inventory without bill رح يزيد عندي المخزون، لكن بكون لسه ما أصدرت الفاتورة للزلمة، فما أكون أثبتت الذمم اللي علي. إذا أنا اخترت الخيار الثاني اللي هو receive inventory without bill later on، أنا بروح بصدر bill against هاي الانفنتوري اللي previously كانت received، اللي previously كانت received. okay؟ يعني بدل ما أنا أعمل receive inventory والbill بحركة واحدة، بكون عملتهم بحركتين بزمن مختلف عن بعض. okay؟ طيب خلينا نبلش نسجل purchase order ونشوف كيف بدنا نعمل purchase order. اللي طالب مني أسجله اعملوا لي كليك عليه، طبعاً افتحوا لي شاشة purchase order، وخلينا نسجل purchase order بدنا نطلبه من شركة Snow Stuff. بدنا نطلب منهم بتاريخ 16/1/2015. بدنا نطلب منهم 3 sleds، بدنا زلاجات، قد ايه سعر السلدز؟ 50. والايتم الثاني توبوغانز، انا مش عارفه شو هم توبوغانز. طبعا هذا الايتم مو معرف عندي باي ذا واي، اظن انتم نفس الشيء فبدكم تعرفوه، بس هو السلايد مو قال لنا، واضح انه هو ناسي، فعرفوا الايتم اللي اسمه توبوغانز، اطبع اسمه، اعمل تاب، بقول لك بدك تضيفه، افتح لي عليه انفنتوري بارت. أنا مشيت بسرعة، حدا مش متبع معي شو عملت، بس أنا قاعدة بضيف آيتم جديد ضمن ال وأنا بشتري اسمه توبوغانز. حط لي الكوست خليها فاضية، والسيلينج برايس خليها فاضية، الكوست اوف جود سولد خليه زي ما هو، وحساب الانكم اللي بدنا نحط عليه حطه على equipment sales. اوكي الكوانتيتي خليها فاضية، هذا التاريخ حطه 16/1/2015. اوكي بس شباب ايتم جديد اسمه توبوغانز، الاكوبمنت الانكم اكاونت هو اللي مش معرف عندك حطه على اكوبمنت سيلز اللي هو رقمه 40/12 بس، واعمل لي اوكي. اوكي الكوانتيتي تبعيت تنتين. تفضلي. أنا سوري بس الايتم هذا مش عندي، مش موجود باللست اصلا. ما انا عارفه، ما انا عرفته. تمام من الاول يعني يعني وانت فاتحه البيرتشيز اوردر عارفيه. هلا كيف بتعرفي ايتم؟ لو كتبتي اسمه هون مش راح يطلع عندك، بس تعملي تاب راح يقول لك اد نيو، او من البدايه اعملي هيك اطلعي فوق
أول إشي في عندك إشي اسمه add new. هيو اخترت inventory part، كتبت الاسم هنا اللي هو اسمه Tobagans إلى آخره، وهنا بس اختاري لي income account، اختاري لي يا equipment sales بس، واعملي اوكي. واضح؟ اوكي يا شباب، صار عندي ال purchase order التوتال تبعه 370. اذا اوكي عندك بليز اعمل save and close. سأل بك دكتورة التوباجانز قديش كان السعر تاعها؟ 110، بس انا ما عرفتها بالايتم، بس بالبيرتشيز اوردر 110، بس انا ما عم بعرف لانه هاي الشركه متبعه سياسه انه ما تحدد اسعار، لانه كل مره عم تشتري بشكل سعر شكل، فانا خليتها فاضيه بس هي 110. شكرا دكتور. اهلا. اعمل لي سيف اند، انا عملت، اذا عملت سيف اند كلوز ارجع افتحها، اعملوا لي سيف اند نيو لانه اظن في واحده ثانيه بدنا نخزنها. اذا عملت سيف اند كلوز ارجع افتح البيرتشيز اوردر. بدنا ندخل بيرتشيز اوردر، بس لاحظ كيف هلا بدي اورجيك انه البريفيرد فيندر كيف فرق معي. ما تروح تكتب لي شيء عند اسم الفيندر، روح لي على الايتم، خلي التاريخ زي ما هو 16/1، روح لي على الايتم واكتب لي gloves، اعمل تاب. بس حطيت gloves وعملت تاب، شو صار عندك؟ احكوا لي شو صار عندكم. حط هو اختار الفندر بالحال. بالضبط. ليش اختار لي بالذات الفندر اللي اسمه cloth corporation؟ لاني انا لما معرف الايتم اللي اسمه gloves حاطه البريفيرد فندر تبعي cloth corporation. كيف فهمتوا كيف البريفيرد فيندر بتساعدني؟ يعني اذا انا مش عارف من مين اشتري بكون انا حاطه البريفيرد فيندر تبعي. طبعا هذا الاشي بيساعدك لما يكون عندك مئات والافات الايتم، كثير هذا الاشي بيريحك. طبعا بيكون انت في عندك ناس مختصه بهذا الحكي، بيقيموا مين البريفيرد فيندرز ومين اللي لازم نتعامل معه ومين اللي بلاك ليست ومش لازم نرجع نتعامل معه، مش انت يعني كمحاسب يوجوالي بتكون معني بهذا الموضوع قد ما هو في عندك قسم مشتريات. لكن لما هم يجي يعطوك This is a list of our preferred vendors for each item. سيب لنا اياهم على السيستم، بتسيبهم بصير بسهل عليكم الشغل، تعرفوا من مين انتوا تشتروا. اوكي. الكوانتيتي 25، السعر 15 زي ما هو، بيطلع معك توتال البيرتشيز اوردر 375 دولار. اذا اوكي اعمل سيف اند كلوز. تمام ماشيين معي؟ أنا ماشي بسرعة إشي ولا تمام أموركم؟ طيب أنا هيك شو بكون عملت؟ أنا بكون فقط طلبت البضاعة، أنا فقط طلبت البضاعة، أنا لسه البضاعة ما وصلتني. بليز ميزو بيرتشيز أوردر، أنا طلبت البضاعة، إمتى البضاعة؟ لما توصلني بسجل فيها ريسيف إنفنتوري. إحنا لسه ما سجلنا ريسيف إنفنتوري، أنا فقط طلبت البضاعة. هلا انا لو بدي اشوف شو البضاعه عندي اللي انا طالبيتها، او بدي اشوف كويك ريبورت للبيرتشيز اوردر، البيرتشيز اوردر رح الاقيهم فاني انه رح تلاقيهم بالشارت اوف اكاونت. اذا فتحت على الشارت اوف اكاونت ونزلت لتحت على ايتم رقم 2 هي هون آخر إشي رح تلاقيه بالسطر قبل الأخير بالبيرتشيز أوردر، في عندك إشي اسمه بيرتشيز أوردر. إذا أنا بدي أعمل له كويك ريبورت بقدر أعمل له كويك ريبورت من هون، من ريبورت، كويك ريبورت للبيرتشيز أوردر، بيطلع لي طبعا غيروا الديت، أنا مثلا رح أحطه أول. أوكي، بيطلع لي البيرتشيز أوردرز اللي أنا عملتهم، طلع لي البيرتشيز أوردر اللي أنا عملتهم. أوكي، فلو بدي اعمل كويك ريبورت للبيرتشيز اوردر بروح على تشارت اوف اكاونت، بروح على الاكاونت اللي اسمه بيرتشيز اوردر وبعمل كويك ريبورت. يعني زي كانهم اتسيبوا عندي بحساب اسمه بيرتشيز اوردر. اوكي، طبعا هذا الحساب مجرد ما تحولوا، مجرد ما استلمت البضاعه راح يصيروا انفنتوري عندي، راح يصيروا انفنتوري، راح يزيد عندي حساب الانفنتوري، مش راح يضلهم على البيرتشيز اوردر. اوكي، طيب مش كتير صراحة يعني فارقة معي، بس لأنه حاكي لك بالسلايد حبيت ألفت نظركم عليها.
طيب اللي بيهمني أكثر البضاعة، كيف أنا استلمت البضاعة تبعيتي. نيجي للنكس ستيب، استلمت البضاعة كيف بدي أسجلها؟ زي ما حكيت لك أنت عندك two choices، يا بتسجلها مع فاتورة يا بتسجلها without bill، بدون فاتورة. خلينا نمشي معه. أول إشي طالب مني أني أعمل receive inventory without bill، يعني روح لي على السهم هون، يعني بدنا نعمل receive inventory بس اختر لي الخيار الثاني اللي هو without bill. طبعا هذا الحكي لا يعني أنك مش راح تصدر فاتورة، أنت راح تصدر فاتورة بس later on راح تصدر فاتورة against the inventory باستخدام الايكون اللي بعديها. أوكي؟ إذا أنا اخترت أنه receive inventory without bill راح يفتح لي هاي الشاشة، راح يفتح لي شاشة اسمها item receipt. خليكم فاتحين عليها، أنا بدي أورجيك إشي تاني. لو أنا اخترت الخيار الأول اللي هو receive inventory with bill، شوف شو بدي يعمل لي، راح يفتح لي شاشة اسمها bill، لأنه بنفس اللحظة راح يسجل الانفنتوري وراح يعمل البل. أوكي؟ هديك اللي هي ريسيف انفنتوري، هلأ بورجيكم كيف راح تفرق. هاي ريسيف انفنتوري انتو اللي أصلاً سوري بليز ما تعمل عليها كليك واحدة، دائماً تأكد أنك تختار الخيار الصحيح من السهم. ريسيف انفنتوري without bill، هذا الخيار اللي أنا بدي إياكم تكونوا فاتحينه، اللي هو راح يكون ظاهر عندك الايتم ريسيف. item receipt يعني انت شو استلمت بضاعة، قول لي شو استلمت بضاعة، هذا هو السؤال اللي بسألك اياه بدك تعبيه بهاي الشاشة. طبعا انا ما رح ارجع ادخل البضاعة مرة تانية، اكيد السيستم مش هالقد نايف انه انا بدي البضاعة ادخلها ثلاث مرات، لما اعمل البيرتشيز اوردر ولما اعمل item receipt ولما اعمل البيل. لا اكيد انا بكفي ادخلها مرة واحدة لما عملت البيرتشيز اوردر، وبعدين انا راح يصير لما اعمل item receipt بس بحكي له اي purchase order اللي وصلني. اوكي؟ فعشان هيك عند الفندر حط لي اسم snow stuff، مجرد ما حطيت اسم snow stuff بحكي لك open purchase order exists for this vendor do you want to receive against one or more of these orders. يعني انا انت already مسجل purchase order على هذا الزلمة، بدك افتح لك اياهم عشان يظهروا عندك على الشاشه، شو بدك تقول له؟ يس. اوكي، افتح لي هاي الشاشه. هاي الشاشه لانه ممكن يكون عندي اكثر من بيرتشيز اوردر انا طالبته من هذا الفندر، فانا فعليا من سنو ستاف مش طالب الا واحد، فبعمل عليتك لو عندي اكثر من واحد ميك شور انك تختار الصحيح، اي واحد انت استلمت. لو انت مستلم طالب 3 اور 4 بيرتشيز اوردر واستلمتهم كلهم بنفس الطلبيه بتكهم كلهم. اوكي، لكن اذا لو انت مستلم واحد فقط ميك شور انك تك ذا رايت وان واعمل لي اوكي. شوف شو راح يصير معك، هي اكسبورتد الانفورميشن تبعيت البيرتشيز اوردر على الايتم ريسيت عندي اللي انا كنت مسجلها سليدز وتوباغانز. واضح شو اللي قاعد بصير عندي؟ اوكي، حدا عنده سؤال لحد هون؟ طبعا هذا التاريخ طالب مني احطه 18/1، عدلوا اني انا استلمت البضاعه بعد ما طلبتها بيومين. اوكي، حد عنده سؤال لحد هون قبل ما اكمل عن هدول كلهم السلايد احنا عملنا؟ لا دكتوره. اوكي، شو بعمل هلا؟ بشيك عندي على البضاعه اللي استلمتها. طبعا انت وظيفتك انك تتاكد انه البضاعه اللي استلمتها نفس اللي طلبتها، مش يكون انت طالب 3 سلدز وجاك تنتين وانت تروح تسجل ايتم ريسيف 3. طبعاً هلأ رح نعمل كيس كيف أنا ممكن أسلم بضاعة أقل من ما أنا طلبت. أوكي؟ فوظيفتك دائماً تتأكد أنك استلمت البضاعة نفس ما هي. طبعاً مش أنت المحاسب بدك تنزل تعد، أنا بفترض أنه في شركة عندها segregation of duty، المحاسب بيجي توقيع من أمين المستودع أنه استلم البضاعة وعدها وصلته هالقد الكوانتيتي، بتطابقها وبتأكد أنه أنت وصلتك البضاعة تمام. أوكي؟ طيب الميمو خليها زي ما هي، received items bill to follow، يعني راح اصدرها later on. اوكي اوكي، هذا المقصود بهاي الجمله، بتاكد من انه الايتم عندي اموره تمام، انا استلمتهم كلهم كاملين، بعمل save and close. اوكي، شو بكون هيك صار عندي بالانفنتوري تبعي؟ بكون زاد، بكون الانفنتوري تبعي زاد لما انا I received الانفنتوري، الانفنتوري زاد، مش لما انا I purchase عملت البيرتشيز اوردر، لما I receive the inventory. اوكي، طيب
طيب هلا شو بدي اعمل؟ الانفنتوري اللي انا استلمتهم بدي اصدر مقابلهم فاتوره، بدي اصدر مقابلهم فاتوره. ليش انا ما اصدرتها بنفس اللحظه؟ زي ما شرحت لكم، بدي اجردهم، بدي اتاكد انهم مش مكسورين مش خربانين، بدي اتاكد الكميه وصلتني مظبوطه، المواصفات مطابقه للمواصفات المطلوبه بغض النظر شو السبب. هلا ليتر اون انا شيكتهم وخلاص امورهم تمام، بدي اصدر مقابلهم فاتوره، شو بعمل؟ يعني احنا مشينا بالثري ستيبس، بيرتشيز اوردر، ريسيف انفنتوري، هلا بدنا نعمل انتر بيل اجينست انفنتوري. اعمل لي كليك عليها تفتح لك هاي الشاشه، بسالك مين هو الفندر اللي انت بدك تطلع له فاتوره، بتقول له سنو ستاف. اوكي، ما عندي فعليا الا وان ريسيفد ايتم، وان ريسيفد ايتم لهذا الزلمه، بعمل عليه كليك وبعمل اوكي. هي ويل اكسبورتد الانفورميشن تبعيه البيرتشيز اوردر اللي هو بالاخر صار ريسيفد ايتم، واللي هو هلا انا بدي اصدر مقابله فاتوره. خلي لي التاريخ 18/1 نفس الشيء، احنا استلمناهم الصبح اخذنا ساعه ساعتين شيكنا عليهم، وبعدين بدنا نصدر الفاتوره. الريفرنس نمبر تبع الفاتوره 97، اذا امورك زي ما هي طالعه عندي هون على الشاشه 2%، تاكد انه هاي طالعه عندك لانه رح نحتاجها ليتر اون فور ديسكاونت، بس ندفع تاكد انه الكريدت تيرمز طالعه عندك زي ما هي عندي 2% 10. يعني لانك لو انت مش معرف الكريدت تيرمز لما عرفت سنو ستاف رح تكون مش طالعه عندك، ميك شور انها موجوده عندك، واذا مش موجوده حطها بليز. 2% 10 نت 30. اوكي okay. اوكي توتال فاتوره عندي وهي حكي لي انه هذا اي بيرتشيز اوردر رقمه كان 1. اوكي okay. اذا توتال فاتوره عندك تمام 370، بليز اعمل سيف اند كلوز، يو هاف تشينج ذا ترانزاكشن يس. اوكي هيك بكون انا اصدرت بل مقابل البضاعه اللي انا استلمتها، اللي انا اصلا طالبتها من البدايه بموجب purchase order، بمرجب purchase order. اوكي حد عنده سؤال على اللي عملناه لحد هلا؟ طيب هلا بدنا نضرب عصفورين بحجر، بدنا نتعلم اللي هو نعمل receive inventory مع بل، وبدنا كمان نستلم inventory مش كامله، بدنا نستلم partial purchase order. يعني أنا طالبة كمية لكن لما استلمت البضاعة وصلتني الكمية ناقصة، لما وصلتني وصلتني ناقصة، فبدنا نعمل الشغلتين مع بعض ونشوف كيف. اعملوا لي receive item واختاروا الخيار الأول اللي هو receive inventory with bill، receive inventory with bill. اوكي اعمل كليك عليها. التاريخ 19/1/2015، الفندر اللي هو اسمه كلوث كوربوريشن، اللي احنا طلبنا منه جلوفز اذا متذكرين، كلوث كوربوريشن. نفس الحكي بيقول لي انه بيرتشيز اوردر اكزيست، دو يو وانت تو اوبن ات بليز يس دو. بفتح لي هاي الشاشه، انا ما عندي الا بيرتشيز اوردر واحد، برجع بعيد نفس الحكي، ميك شور انك تختار بيرتشيز اوردر الصح، اذا كان عندك مور ذان وان بيرتشيز اوردر بعمل تيك عليه وبعمل اوكي. اوكي بتظهر عندي البيرتشيز اوردر، بليز ما تسيب. اوكي وقفوا شوي. هلا انا البيرتشيز اوردر اللي انا طلبته اصلا كان ب 25 جلوف جلوفز، لكن انا لما استلمت فقط 20. هم مخربطين، هم ما عندهمش الا 20، انا اللي بهمني اني انا استلمت 20 واكيد مش راح ادفع له حق 25. اوكي فمش راح احط علي بل وفاتوره ودين ب 25 وانا مش مستلمه الا 20. فشو بدي اعمل؟ بروح بعدل الكوانتيتي هاي، انا صح 25 طالبه وهي حط لي اياها من البيرتشيز اوردر، انا بروح بعدلها ل 20 اللي هي الاكتشوال كوانتيتي ذات اي ريسيف، وبعمل بعدين سيف اند كلوز. تتحول قيمه الفاتوره عندي ل 300 وليس ل 375 زي ما كانت بالاول. واضح؟ اوكي يا شباب اعملوا لي سيف اند كلوز. طبعا هون انا استلمت البضاعه واصدرت الفاتوره،
تو ستيبس مع بعض لاني اخترت اني انا الخيار اللي هو receive inventory with bill. اوكي حد عنده سؤال لحد هون؟ طيب هذا موضوع change search preferences انا ما بدي اياه صراحه، بده اياك تروح من هون وتعمل change the search preferences. انا معلمتك طريقه كيف انت اذا بدك to search through certain templates, certain invoices, certain bills, certain purchase order، انت كيف تقدر تعمل هذا الحكي. انا اوريدي معلمتكم اياه. هلا انتو يوجوالي شو بتروح بتعملوا؟ لانه الترانزاكشن بكون عددهم قليل، بتروح بتفتح على الاشي اللي انت بدك اياه وبتعمل باك لحد ما تلاقي. بس اذا عندك ترانزاكشن كتير، انا معلمتكم طريقة اذا تتذكروا اللي هي edit، شو بعدين؟ search، edit، sorry edit و find، مش search sorry، edit find، متذكرينها؟ اخذناها قبل، edit find. اوكي متذكرين هاي الشاشه اللي دورنا عليها بالانفويسز؟ اذا انا بدي ادور على انفويسز كان انا بختار انفويس وبحط اي معلومات ثانيه وبعمل له فايند، طلع لي كل الانفويسز اللي انا بدي اياهم، طلع لي كل الانفويسز اللي انا بدي اياهم. فعشان هيك انا ما بدي اياك تروح تعمل سيت اب للسيرش وتغير زي ما هو قايل لك، انا هاي الطريقه مش طالبتها منك. هو كل اللي عمله عشان بده يدور على، وحتى الريزلت صراحه ما بتطلع بطريقه مرتبه زي find. انا شايفه find افضل، فانتوا دائما خليكم على find اللي هي بجيبها من edit. بده يعني اعمل search على ال purchase orders اللي مخزنين عندي بالشركة، مع انهم كلهم اثنين، بس خلينا نتعلم كيف نعمل search عشان لو انت عم تشتغل وفي عندك 200 ولا 300 purchase order تقدر تدور عليهم بكل سهولة. شو بعمل؟ بروح ل transaction type بختار purchase order. هلا انا لو مباشره اي كليك فايند راح يطلع لي البيرتشيز اوردرز عندي اللي هم اثنين، فهيهم طلعوا عندي. لكن انا لو بدي مور ديتيلز، لو انا مثلا بدي بس البيرتشيز اوردر اللي بخصه شركه كلود كوربوريشن، كان انا اخترت هيك وبطلع لي بس اللي بخصه كلود كوربوريشن. نفس الشيء لو بدي ادور على الديت او على الاماونت. اوكي انا راح اخلي البندرز كلهم بدي اياه يطلع لي كل البيرتشيز اوردر اللي عندي. انت اعمل انه بس purchase order يطلعوا عندك هدول ال purchase order اللي موجودين عندك. طبعا مش انه انا لازم افتحهم بهاي الطريقة، انا كان بامكاني اعمل to click على purchase order واعمل back وارجع اوصل لل purchase order اللي عندي. بس يعني خليت حبيت ارجع اذكركم اذا انت عندك كم كبير من ال transaction كيف تقدر تعمل search بطريقة practical يعني. اوكي طيب هلا الـ purchase order اللي انا استلمته من snow stuff بدي اياك تفتح لي اياه. كيف تفتحه؟ دبل كليك عليه، هيو هذا الاولاني دبل كليك عليه. شو بدي اياك تنتبه على اي جمله؟ شو هاي هون مكتوب لي received in full، received in full. ليه؟ لانه كل الـ purchase order اللي انا طلبته من شركه snow stuff فعليا وصلني، عملت في received item وأنا فعلياً استلمت الـ 3 sleds و 2 toboggans كاملين، عشان هيك حكي لي received in full. واضح؟ أنا بس هاي اللي بدي إياك تشوفها. بدنا نشوف هلأ الـ transaction الثاني، ولاحظ كمان شغلة صحيح. سوري. لاحظ كمان شغلة إنه هون حكي لي إنه this purchase order is closed. إيش يعني closed؟ يعني خلص أنا استلمته بالكامل وأموره تمام. فهذا الـ purchase order is closed، ما فيش عندي راح يرد يوصلني منه items مرة تانية، خلص أنا استلمته بالكامل it's closed now. أوكي لاحظوا هاي الملاحظة. خليني أورجيك الـ purchase order الثاني كيف راح يفرق تبع الـ gloves. أوكي الـ purchase order الثاني تبع الـ gloves أنا رجعت عملت سكرت هديك وبدي أرجع على نفس هاي الشاشة. لو أنت مو فاتح معك افتحه بانك مره ثانيه، لو انت سكرت شيء بالغلط رد افتح على هاي الشاشه مره ثانيه او روح على البيرتشيز اوردر واعمل باك لحد ما توصل لك لود كوربوريشن اذا حدا فيكم سكر بالغلط. اذا ما سكرت ولسه مفتوحه عندك هاي الشاشه، هاي كلود كوربوريشن اعمل دبل كليك عليها. لاحظ هذا البيرتشيز اوردر هل حكي لي انه ريسيفد ان فول؟ لا. ليه؟ لاني انا طلبت 25 فعليا قديش اي ريسيفد؟ اي اونلي ريسيفد 20. هل حكي لي انه كلوز؟ لا، حاط لي صح هون، مش حاط لي صح سوري. ف
فمش closed هذا. حكي لي إنه في عندي back ordered بقيمة 5، يعني لسه في عندي بضاعة أنا ما استلمتها مبلغ بكميتها 5. أوكي؟ هلأ على فرض إنه أنا ما رح أرد أستلم مرة تانية، يعني لو بدي أرد أستلم بضاعة كمان مرة برد بعمل فيها received item بمشي بنفس الستيب. لكن على فرض إنه أنا ما رح أستلم ال 5 pairs of gloves اللي ضلوا، خلص أنا الجماعة ما عندهم مش إلا 20 وما رح يردوا يوردوا لي كمان 5 gloves، أنا بقدر manually أسكر هذا ال purchase order. كيف بسكر ال purchase order؟ بس روح لي عند كلمة closed، رح يتحول الماوس عندك لإشارة صح، اعمل كليك هون شوف شو صار عندك، حكالي إنها closed، ما حكالي received in full، حكالي إنها closed والباك أوردر تحولت لزيرو. خلص أنا مش مستنية more items من هذا الزلمة. برجع بقول لك شو أنا عملت، هي كانت هيك وكان الباك أوردر 5 لأني أنا فقط وصلني 20 وأنا طالبة 25. إذا رحت بالماوس هون عند تحت كلمة closed رح يتحول الماوس لإشارة صح، اعمل تيك هون بيجي بقول لي إنه closed والباك أوردر بتصير زيرو، واعمل save and close. You have changed. Yes, I want to save the changes. هيك أنا بكون سكرت ال purchase order بدل ما يضله مفتوح عندي، بما أني أنا مش رح أرجع أسلم البضاعة من هذا الفندر. أوكي؟ هذا عنده سؤال يا شباب؟ هاي manually close the purchase order اللي احنا عملناه هلا. أوكي؟ هذا عنده سؤال قبل ما تموف للنكست توبيك؟ هذا عنده سؤال؟ طيب هلا بدنا نعمل كريدت ميمو، يعني احنا استلمنا بضاعة وهاي البضاعة فيها مشكلة مش عاجبتنا او بطل بدنا اياها بغض النظر شو السبب، بدنا نرجعها لصاحبها، نرجعها لصاحبها. متذكرين كيف بنعمل كريدت ميمو؟ هذا يذكرني، هذا بيذكرني كيف نعمل كريدت ميمو لفندر. اي شاشة بدي اروح دكتورة؟ ريفوندز اند هاي للكاستمر. هاي دكتورة من نروح على سيلز ريسمنت وين في حدا ايوه اكسلنت. بنروح على انتربل وبعدين بنقول كريدت، ما تنسوا تصيروا تداولوا لي على شاشة كريدت ميمو، ما عندي إياها لحالها. الكريدت تبعيت الفندرز مش بشاشة لحالها زي الكاستومر، الكريدت تبعيت الفندر بفتح على البل بعدين بختار خيار كريدت، تحول عندي من إنها شاشة بل لإنها شاشة كريدت. أوكي؟ طيب هلا خليني أشوف شو الأيتم اللي بده ياني أرجعه. بدي يعني أرجع لسنو ستاف بيوم 21/1 الريفرنس 9912 الأمامت $50 بدي يعني أرجع one sled. Okay, please make sure إنك أنت حاطط على الأيتم مش على الإكسبنس عشان تطلع لك الايتم وليس الشارت اوف اكاونت. بدي يعني ارجع وان سليد الكوانتيتي 1 الكوست تبعيتها 50. اوكي الكوست تبعيتها 50. اعمل لي save and close. طبعا later on راح اورجيك لما انا اجي ادفع للفندر how I will apply this credit. اعمل لي save and close. اوكي اظن انه بسيط ما فيه شيء، بس تأكد انك انت تكون فاتح على الايتم. يعني دائما اكثر موضوع شوي بغلب بموضوع شركات الميرشندايز وانت تشتغل على الشركة، انتبه انك انت فاتح ايتم ولا فاتح اكسبنس. الايتمز بتسجل فيها البضاعه والاكسبنسز بتسجل فيها اذا اشتريت سبلايز، اذا عم تدفع رنت الى اخره. اوكي فانتبه بين الايتمز والاكسبنسز، كان الطلاب شوي يخربطوا بهاي الشغله. طيب
record credit card purchase. إيش يعني record credit card purchase؟ يعني أنا كشركة في عندي credit card أنا مصدريتها لغايات البزنس تبعي، يعني هي لغايات البزنس بس بشتري عليها مشتريات للبزنس تبعي. لازم طبعا بكون معرفتها عندي بالشركة إنها هاي الكريدت كارد تبعية الشركة. إذا أنا اشتريت مشتريات من خلالها بدخلها من خلال إشي هون بالبانكينج إشي اسمه Inter Credit Card Charges. Inter Credit Card Charges اللي موجودة بالبانكينج هون كليك عليها، راح يكون الديفولت أكاونت اللي أنت معرفه اللي هو الكريدت كارد تبعيتك اللي هي من شركة فيزا. Purchase from من مين أنت اشتريت؟ من عند Sierra Office Supplies. هاي سييرا أوفيس سبلايز، أوكي. بتاريخ 21/5 مشترين فاكس بيبرز to be on hand. إحنا اتفقنا إنه هلا الفاكس بيبر سبلايز، اتفقنا إنه البرنامج أو حتى بالحياة يعني، بس أنتوا لأنكم دائما متعلمين إنه سبلايز أسيت، بس إنه السبلايز اللي أنا مشتريتها for immediate use إحنا مباشرة منحطها على السبلايز expense. السبلايز اللي أنا مشتريتها عشان تكون on hand بحطها على حساب السبلايز اللي هو asset، وبينعمل فيها later on adjusting entry زي ما أنتوا تعلمتوا بaccounting one. فهو حكي لي إنه الفاكس paper اللي اشتريتهم to have on hand. ليش بحكي لي هاي المعلومة؟ عشان أحطهم على حساب السبلايز اللي هو asset وليس على حساب supplies expense. اوكي طيب راح اسجل على حساب الاوفيس سبلايز، الاكونت تبعي اوفيس سبلايز اللي هو other current asset نوعه. هلا انت if you typed كلمه supplies بس بدي اورجيك راح يطلع عندك supplies expense. هذا supplies expense بنحط عليه supplies اللي for immediate use، لكن حساب السبلايز اللي هو ضمن الأذر كارنت أسيت اللي هو أسيت يعني بنحط عليه السبلايز اللي راح تضلها on hand. فأنتوا اختاروا لي الأوفيس سبلايز اللي نوعه أذر كارنت أسيت بليز، لأنه حكي لي إنه هاي السبلايز راح تكون on hand. أوكي قيمة مشترياتي 21.98. أوكي الميمو بيبرز طبعا برجع بأكد عليكم إنه دائما بالحياة العملية مهم إنك تحط الميمو تكون مفصلة. طبعا أنا لو بختصر لك إياها هون هاي البيبر راح تظهر ضمن جنب اسم الحساب، وهون راح تظهر بمعلومات الكريدت كارد. فبليز انتبهوا إنكم تعبوا التو ميموز لما أنتوا تصير إذا صرتوا مستقبلا تشتغلوا على الكويك بوكس بروجرام. إذا أوكي بليز اعمل سيف أند كلوز أو سيفها. هيك أنا بكون أثبتت إني اشتريت من خلال الكريدت كارد تبعية الشركة سبلايز بالقيمة اللي إحنا سجلناها. واضح يا شباب؟ حد عنده سؤال لحد هلأ؟ طيب. Do you need break for 5 minutes؟ طبعا مش ما تروحوا ما ترجعوش، كم بريك ولا نكمل؟ كمل؟ ممكن دكتور 5 minutes أو 4 minutes أو ما تصير نص. طيب خد 5 minutes، اللي حابب يصلي حابب يشرب مي أي إشي خدوا 5 minutes، وأنا كمان بشرب إشي لأنه صوتي عم بروح. شكرا دكتورة. أوكي okay. only 5 minutes يا شباب بالضبط 5 okay. minutes. أنا رح أرجع أشرح بعد 5 minutes.
اوكي نكمل يا شباب يا صبايا. نكمل دكتورة بس هلا كنت جاي احكي دكتورة. طيب هلا وين وصلنا احنا؟ هلا بدنا نكمل يعني نوعا ما احنا خلصنا موضوع استلام البضاعة وإصدار الفواتير وكيف أرجع من البضاعة. رح ننتقل هلأ للجزء الثاني اللي هو بيحكي عن الـ assigning expense للأكاونت اللي بيحكي عن الـ PayPals لما أنا أجي أدفع فواتيري إذا في عندي discount أنا استحقيت discount لأني دفعت within discount period كيف بتعامل معه إذا أنا عندي discount عشان أو عشان إذا أنا عندي credit memo لفاتورة بدي أدفعها لكن أنا مرجع منها زي ما رجعنا هلأ من السليدز لسنو ستاف. رح نتعامل مع هاي المواضيع هلأ. أول إشي خلينا بس طالب منا to assign expense لcertain vendor. سوري بس أنا جبت إشي أشربه لأنه رينشف. هلأ to assign expense لcertain vendor بشو بفيدني هذا الإشي؟ هلا لفرض اني انا قاعده بحكي عن شركه بالاردن. هلا انا كشركه بالاردن ايش ممكن ادفع لشركه الكهرباء الاردنيه غير فاتوره الكهرباء؟ اكيد مش راح ادفع لهم شيء ثاني. دائما انا شركه الكهرباء الاردنيه بطلع لهم بدفع لهم فواتير كهرباء بس. فدائما اي مبلغ انا بطلعه لشركه للفندر اللي اسمه شركه الكهرباء الاردنيه راح يكون الاكسبنس اللي مرتبط معه اللي هو الكتريستي اكسبنس. اوكي فانا بقدر اريح حالي وبدل ما كل مره اروح اختار انه لما احط الفندر اللي اسمه شركه الكهرباء الاردنيه بقدر اريح حالي واني تو اساين اكسبنس تو سيرتن فندر بحيث انه كل مره انا بحط اسم هاي الفندر راح يطلع لي الاكسبنس اللي ريليتد له رح طلع لي الاكسبنس اللي ريليتد له. بليز ميزوا بينها وبين لما انا حطيت بريفيرد فيندر للايتم. هديك لما اشتري ايتم لما احط الايتم بيطلع لي البريفيرد فيندر او اذا حطيت الفيندر ممكن يطلع لي الايتم اللي ريليتد له. لكن اذا انت بتحكي عن اكسبنس اكاونت عن الناس اللي انت تدفعهم كهرباء ومي واجارات هذا اللي انا بحكي لك عنه اللي هو اللي ريليتد للاكسبنسز وليس ريليتد للايتيمز اللي قاعد بحكي عنه انا هلا. من الامثله اهم الامثله عليها اللي هو شركات التليكوميونيكيشن كمان. يعني اذا انا بدفع لاورنج انا اكيد بدفع لاورنج فواتير الخط الارضي والتليف والموبايل انا ما راح ادفع لاورنج شيء ثاني. فيوجوالي راح يكون الحساب اللي مرتبط معها اللي هو تليفون اكسبنسز واليوتيليتيز اكسبنسز بشكل عام. نفس الفكرة هون. فأنا مثلاً عندي هون الشركة ماموث باور هاي الشركة اللي أنا بدفع لهم فواتير الكهرباء والمي. طبعاً أنتوا عارفين عندهم في اليو اس وهيك الغاز كمان مش زي عنا جرار معظمه بكون فواتير يعني أنابيب توصل على البيوت وبكون له فاتورة. أظن في جزء بالأردن كمان بيعملوا هيك للتدفئة بكون فاتورة بتدفعها زيها زي الكهرباء. فهاي ماموث باور رح أربط معهم حساب اللي هو حساب الغاز and electric اللي فعليا دائما أنا بدفع لهم فقط في مصاريف الكهرباء والغاز. فروحوا لي على الفندر ليست عشان نفوت على الفندر اللي اسمه ماموث. هاي بندر روحوا لي على البندر اللي اسمه ماموث باور. بليز بي كيرفول انه في عندك 3 ماموث فميك شور انك تختار الصح. هايو ماموث باور اوكي دبل كليك عليه بس يفتح عندك. في عندك خانه هون احنا دائما متعودين بس نستخدم اول وحده وثاني وحده. في عندك الخانه قبل الاخيره اللي هي اسمها اكاونت سيتنج اللي اسمها اكاونت سيتنج تقدر تروح تختار شو الحساب اللي ريليتد لهذا الكاستمر. طبعا بعطيك خيار لاب تو 3 اكاونت احنا فقط راح ندخل الحساب اللي رقمه 6391 هيو غاز اند الكتريك بختاره
وبعمل اوكي صرت انا رابطه هذا الفندر مع هذا الاكسبنس. تعالوا نروح نشوف نطبق نشوف شو بصير معانا. اوكي لو اجيت انا بدي ادخل فاتوره للفندر اللي اسمه ماموث. بعدين انا مع الشاشه عندي مش عم تزبط اليوم. اوكي بحط ماموث باور هون. اوكي مباشر روح شوف اللي مش على الايتم. طبعا انت وانت فاتح على الايتم مش راح يطلع اشي لان انا مش رابطه معه ايتم، انا رابطه معه اكسبنس. روح افتح لي على الاكسبنس لاحظ شو بيطلع عندك. بيطلع عندك جاز اند الكتريك، يعني مجرد ما حطيت ماموث راح يطلع لك الحساب اللي انت رابطه فيه. لاحظت كيف بيسهل علي عمليه الادخال اصلا. اوكي وانتوا فاتحين على الشاشه بدي نتعلم اشي تاني، يعني وصلت الفكره الاولى تبعيت الاكسبنس. هلا برضه بدنا نتعلم كيف نعمل اشي تاني، بدنا نتعلم كيف نعمل ميمورايزد ترانزاكشن. ايش يعني ميمورايزد ترانزاكشن؟ يعني اكيد اكيد الشركه كل شهر بتدفع فاتوره الكهرباء، ليش انا كل شهر اروح اسجل اسم الفندر واروح احط التفاصيل وادخل هيك؟ ممكن انسى اسجلها، ممكن اتذكر اسجلها. في اشي بيساعدني to organize my work اني ما انسى الفواتير اللي علي، وبنفس الوقت بقلل علي جهد ادخال المعلومات على السيستم اللي هو اشي اسمه memorized transaction. طبعا memorized transaction لا يقتصر فقط على البيل، مش عشان اذا احنا تعلمناه على البيل معناته فقط البيل. انت كتير اشياء بتقدر تعملها memorized. الجورنال انتري بتقدر تعمل له memorized، يعني كتير اشياء على السيستم تقدر تعملهم memorized. يعني انا مثلا بتذكر لما كنا نشتغل بالشركة كنا احنا ننزل depreciation كل شهر عشان نوزع الاكسبنسز يعني على طول السنة. كنا ننزل depreciation كل شهر، كنا نستخدم straight line method فحتى المبلغ كان ثابت. فكنا خلص كل عاملينه memorized journal entry بينزل بنهاية كل شهر بس احنا بنشيك عليه كل شهر. اوكي فخلينا نتعلم كيف نعمل memorized transaction. وانت فاتح على هاي الشاشة انت دخلت التاريخ، دخلت اسم الفندر. بدي اتأكد من التاريخ والله يس 21. دخلت اسم الفندر عندك، اعمل لي روح لي على خيار فوق اسمه memorized هيو اللي هو جنب delete. اوكي هون اعمل لي memorized، تفتح عندك هاي الشاشة بسألك انه انت بدك تضيفه على reminder list ولا لا، بدك تعمله automated transaction entry كل قديش بدك تعمله، كل يوم كل شهر كل أسبوع، شو next date اللي أنا أسجل فيه هذا memorized transaction. هلا إحنا بدنا نسجله automated transaction entry، بدنا نعمله monthly بنهاية كل شهر، يجولي فواتير الكهرباء بتندفع شهري. next date حط لي اياه اظن 25/1 طالبه منك يس 25/1، يعني اول ترانزاكشن عندي راح يتسجل 25/1/2025. بما اني انا مختاره انه مانثلي راح يصير يتكرر عندي بال25 من كل شهر، يعني النكست 1 راح يكون ب25/2 بعدين ب25/3 وهكذا. اوكي إذا عدلتوا التاريخ monthly 25/1/2015 حطيتوا إنه automated transaction please اعمل لي اوكي. هيك أنا بكون سيبت بالmemorized transaction هذا الترانزاكشن. ما تسيب الفاتورة أصلا، فاتورة قيمتها زيرو بس سكرها بدون ما تسيب. do you want to save please اعمل no. احنا بدنا نسجلها من خلال memorized transaction اللي عملنا، ما بدنا نسجلها من هون. احنا we only need to do this once اول مره لما نعمل memorize. اعمل لي نو ما تسيبها. وهلا بورجيك كيف بروح بسجل memorize transaction. باي ذا واي يا شباب احنا خلينا القيمه زيرو، خلينا القيمه زيرو لانه فواتير الكهرباء رح تختلف باختلاف الكونسمبشن. يعني انت فاتوره الكهرباء نوي كل شهر تكون نفس القيمه، يعني اوكي مره 20 مره 30 مره 40 حسب قديش انت مستخدم كهرباء.
عشان هيك احنا تركنا القيمة زيرو، وكل شهر منروح على الترانزاكشن، الفندر موجود، التاريخ موجود، الحساب موجود، فقط انا بحط القيمة ورقم الفاتورة اذا انا محتاجة. اذا الترانزاكشن معروف قيمته كان بامكاني كمان احط القيمة والقيمة بتتسيف عندي. يعني افرض انا بدي اعمل ميمورايز ترانزاكشن للون انستولمنت، بسجله من خلال جورنال انتري بنهاية كل شهر او من خلال اي طريقة انا بدي اياها. اللون انستولمنت يوجوالي ثابت، كل شهر بدفع 400 دينار، خلص بحط الاماونت ثابت 400 دينار، يعني حتى بريحني من الاماونت. اوكي، هلا نظرا انه فواتير الكهرباء متغيره، لا انا راح اعملها اخليها زيرو، ولما اجي اعمل ريكورد للترانزاكشن بعدل عليها، فبتفوتوا لي على الميمورايز ترانزاكشن ليست موجوده. طبعا احنا اتفقنا انه اي ليست موجوده بالبرنامج بتقدر تفوت عليها من lists من فوق، في عندك هون list، في عندك إشي اسمه memorized transaction list اللي هي الشورت كات تبعها control T. من list روحوا لي على memorized transaction list، اعمل افتحها، مجرد ما فتحتها شو عندي بالmemorized transaction؟ هيها ماموث power corporation نوع حبل على الاكاونت بيبل راح تتسجل، والحساب الثاني زي ما اتفقنا راح يكون gas and electric expense، قيمتها زيرو لانه احنا ما حطيناها، هي راح تكون monthly، راح تكون monthly. هلا كيف انا بدي اسجل الترانزاكشن هذا الشهر؟ فهو انا اذا عندي اكثر من واحد ميك شور انك عامل كليك على الصحيح اللي هو هي اول واحد، بعمل هون في عندي خيار شيء اسمه enter transaction. طبعا انا مضطرة اسجله اصلا كمان لانه القيمة عندي زيرو، انا بدي اشوف قديش اجتني فاتورة الكهرباء واسجلها. طالب مني اعملها ب $359 359 الريفرنس نمبر 351010123. اوكي اذا اوكي عندك بس دخل المبلغ والريفرنس نمبر واعمل لي سيف اند كلوز. The transaction is not balanced. ليش؟ بس فور سم ريزن المفروض هو لحاله يحط لي هاي كمان، بس مش حاططها. اذا مش حاططها ظبطها. 395 فاعمل سيف اند كلوز، بتكون سيبت عندك. طبعا لاحظ شو اختلف عندي هلا بالميمورايزد ترانزاكشن ليست، هي ضلت الاماونت زيرو لاني انا لما سيفت الميمورايزد ترانزاكشن مسيفيتها از زيرو، كل مره انا راح احط القيمه، والنيكست ديت صار 25/2، يعني ب 25/2 برد بروح انا بسجل الفاتوره الكهرباء اللي راح ترد تيجيني كمان مره. هلا في تقرير احنا عاملينه قبل اللي هو تقرير تبع الـ unpaid bills، اللي يعني الفواتير اللي مش مدفوعة عندي كشركة. طبعا احنا هيك خلصنا memorized transaction، سكرها. يعني انا مش كتير بهتم فيه لكن خلينا نروح عليه. reports vendor and payable unpaid bills details. طبعا هو بيطلع لي كل الفواتير اللي مش مدفوعة لتاريخ معين. يعني انا عندي من الفواتير اللي انا دخلتهم تبعيت كلود كوربوريشن اذا تتذكروا، اللي هي كانت 300 اللي هي 20 جلوفز، تبعيت ماموث باور اللي هلا دخلتها 359 مش مدفوعة، السييرا اللي احنا لا هذا اوبننج بالانس تبع السييرا. اوكي، تبعيت سنو ستاف 370 ولكن في مرتجع منها بقيمة 50. يعني هذا تقرير ببين لك شو الفواتير اللي مش مدفوعة للتاريخ اللي أنت بتحدده هون. أوكي، أنا علمتكم كيف نعمل memorized report قبل هيك ولا لا؟ أنا تعلمنا. طيب هلا هو طالب مني ارد اعمل ميمورايز لهذا الترانزاكشن، خلينا نرجع يعني حتى لو ماخذين نرجع نعمل كمان مره، نعمل ميمورايز للريبورت.
برجع بذكركم انت بتعمل ميمورايز لريبورت لما انت تعمل له كاستمايزيشن معين انت حابب تحافظ على هذا التقرير بهذا الفورمات بدك اياه دائما يطلع عندك بنفس الطريقه فبتعمل كاستمايزيشن للتقرير وبعدين بتسيبه بالميمورايز ريبورت بحيث انه الفورمات طبعا مش الارقام الارقام تتحدث حسب الديت وحسب شو صار عندك ترانزاكشن احنا بنحكي عن الفورمات شو الكولمز اللي يطلعوا عندي شو اسم التقرير شو المعلومات اللي تطلع بديش هدول يطلعوا عندي لكن مش تحكي لي انه الارقام ما تتحدث دائما الارقام تتحدث طبعا ما بيحفظ لك التقرير زي كانه صوره تصوير هو بيحفظ السيتنج تبع التقرير لكن الارقام راح تتحدث حسب الترانزاكشن اللي عندك خلينا نعمل كاستمايز لهذا الريبورت طالب مني اضيف من ضمن الكولمز اضيف اشي الكولم للترمز ايها اوكي بدي يعني اضيف كولم للترمز بعمل له بضيفها بحط جنبها تيك اي اشي بدي اشيله بشيل التيك عنه لكن هو فقط بده يعني اضيف ترمز بحط تيك وبعمل اوكي لاحظوا صارت عندي الكريدت تيرمز شروط الدفع ظاهرة عندي وتشز يعني بصراحة انه اشي مهم انه يظهر عندك عشان تكون عارف امتى الفواتير is due وتلحق تدفع within the discount period فضفنا الكريدت تيرمز كيف بعدين بعمل ميمورايز للريبورت مين يذكرني تذكرين مكتوب ميمورايز بالضبط فوق هون من ميمورايز بحط اسم اللي بناسبني لسه نسميها unpaid bills with terms أغلبك دكتورة terms ضفتيها من customize صح؟ آه من هون هاي برجع بورجيكم هاي customize هدول الكولمز اللي ظاهرين عندي بالتقرير شو بدي أشيل عليهم شو بدي أحط منهم أنا حرة أوكي؟ فأنا بنزل تحت لحد ما أوصل على terms وحطيت جنبها تك هي ما كان جنبها تك حطيت جنبها تك تمام بعدين عملت أوكي أوكي برجع على memorized سميتها with terms اوكي زي ما حكيت لكم انتم ممكن تسيبوه within specific group accountant banking الى اخره ممكن تخلوه لحاله بدون جروب احنا راح نخليه لحاله نعمل اوكي ماشي بسكر هلا هذا التقرير وبدي ارجع اشوف الميمورايزد ريبورت تبعوني بروح على ريبورت ثاني خيار عندي شيء اسمه ميمورايزد ريبورت هاي عندي من ضمن الميمورايزد ريبورت شيء اسمه unpaid bills details with terms اللي انا عملته هلا بفتح عليه لاحظ بس افتحه صار يطلع لي اياه مع الترمز يعني لو انا بروح بطلع الـ unpaid bills من الفندر هاي راح اورجيك من الفندر اللي هو الديفولت اللي مخزن على البرنامج طلع لي اياها بدون terms لاحظين كيف لكن اللي انا سيفته صار يطلع لي اياه مباشره مع terms لاني انا عملت له كاستمايزيشن بهذا الشكل وسيفته عندي بالميمورايز واضح يا شباب حدا عنده سؤال على الكاستمايزيشن طيب ما اخذنا how to comment on report صح اذا انا بدي اعمل comment على report معين ما اخذنا اتوقع اول مره راح يمرق معانا طيب وانتم فاتحين على التقرير اللي هو اللي انتم سيفتوه هلا بالميمورايزد ريبورت انتم فاتحين عليه اذا انت سكرته ارجع افتحه اذا انا بدي اعطي هذا التقرير للمدير تبعي وحابه احط عليه سيرتين كومنتس مو شرط انا اكتب له الكومنتس بخط ايدي انا البرنامج بتيح لي اني انا اقدر تو انسرت سبيسيفيك كومنتس على الارقام اللي موجوده بالتقرير يعني لو انا عارفه انه المدير راح يعني هيك يعني بهدلني ليه انا مش دافعه الفاتوره تبعيتي كلوز كوربوريشن مثلا لحد هلا بروح بحط له كومنت انه مثلا البضاعه فيها مشكله واحنا احتمال نرجع البضاعه او لسه احنا بموضوع ديسكشن مع هذا الفندر او اذا مثلا بدي اشرح له الكريدت ميمو اللي انا عملته لسنو ستاف ليش انا عامل كريدت ميمو لسنو ستاف بكتب له بالكومنت على التقرير انه طلعت السليد اللي اشتريناها طلعت مكسوره وعشان هيك احنا رجعناها كثير في كومنتس انت ممكن تحطها للشخص وممكن حتى الكومنتس انت تحطها لحالك يعني انا بكتب لحالي انه pay this bill before 30 واحد مثلا يعني انا ممكن الكومنتس احطها لحالي
أو أحطها إذا أنا اللي بعمل التقارير غير المحاسب اللي بيدفع، بحطها للمحاسب اللي بده يدفع. أوكي؟ Thank you بالنسبة للي قاعد بيخربش على على الهذا. أنا بنصحك بسرعة تشطبها عشان مستقبلك بس. أوكي؟ مين اللي قاعد بيخربش؟ Thank you. يعني أنت you know إنه الـ e-learning بقدر يجيبك يعني. فبلاش خف الدم. يعني خلينا ما انكم خريجين يعني I will not report this لأنكم خريجين بس. طيب هلأ بدي أعمل comments على هذا التقرير. شو بعمل؟ comment on report. comment on report هاي هذا وهو التقرير، هو التقرير اللي انت بدك تعمل comment عليه. open عندك على السكرين تعمل comment on report. مجرد ما عملت comment in report بيعطيك إذا ملاحظ مربعات صغيرة جنب كل information موجودة بهذا التقرير، بحيث إنه المعلومة اللي أنت بدك تحط جنبها clarification أو comment تقدر تحطها. طبعاً أكيد ما في وسع إنك أنت تكتب هون، أنت هون فقط رح يحط لك رقم الcomments والcomments رح يحطهم وراء بعض بآخر التقرير. خليني أشوف شو الcomment اللي هو طالب مني أحطه. طيب طالب مني عند البيل تبعيت Cloth Corporation، طالب مني أكتب هون، أحط هون، شوف بس تعمل عليها كليك، هاي راح أرجع أكنسل وأورجيكم شو عملت. أنا بدي أحط الكومنت هون، فبعمل كليك بيحط لي هون إنه رقم 1 هذا رقم الكومنت. أنا بدي أحط كومنت للموظف المسؤول عن الشيكات إنه بي this bill أو لنفسي أو لا بغض النظر لمين. pay this bill. okay. بعمل save. ماشي. في comment تاني كان طالب مني أسجله. use this credit. اللي هو عند snow stuff. انزلوا لي تحت عند snow stuff. هذا الكريدت تبع snow stuff. حسب وين أنت بدك تحطها. مثلا هون عند 50. use this credit. طبعا هو طالب مني اكتب اكثر من كومنت ارجع اكررهم، بس انا خلاص بيهمني انها الفكره وصلتك. واضح يا شباب؟ هاي انا هيك حطيت كومنت، هاي ارقام الكومنت ظاهره عندي على التقرير، وهلا راح اورجيك لو انا بدي اسيب التقرير كيف راح يطلع عندي. يا بطبع التقرير طباعه يا بدي اسيبه as pdf. save as pdf، مش شرط انتم تسيبوه بس يعني I save as pdf على الديسكتوب عندي. اوكي now it's converted to pdf. أنا وين سيفته؟ challenge هلا أنا وين سيفته؟ نسيت طبعا، أرجع أسيبه مرة تانية لأني صراحة نسيت وين سيفته. print save as pdf desktop. اوكي راح تلاحظوا هلا ان انا صار عندي بي دي اف فيه التقارير. هاي البي دي اف طبعا شكل البي دي اف بيطلع عندي غريب، لكن هيو بس تفتحه راح يكون ظاهر عندك التقرير، وكل جنب كل رقم عليه كومنت بيكون محطوط رقم الكومنت. اوكي هاي البي دي اف، سوري ما عم ياخذ وقت لاني فاتحه 100 شغله مع بعض. يلا معلش هو بطيء لانه فاتح اكثر من شغله. هلا راح يفتح عندك التقرير، بكون ظاهر التقرير اول إشي، وبعد التقرير بكون ظاهر الكومنت كلهم وراء بعض، بكون ظاهرين الكومنت وراء بعض. سوري يعني الشاشه عم تطلع سوداء عم ياخذ وقت. يلا هلا
هاي كان لاحظين كيف هاي البي دي اف تبعي النمبرز تبعون الكومنت هاي هم ظاهرين هون انه في كومنت على هذا الرقم في كومنت على هذا الرقم الكومنت كلهم راح يكونوا ظاهرين ورا بعض هاي هم تحت بعض كومنت الاول pay this bill كومنت الثاني use this credit اوكي واضح يا شباب حدا عنده سؤال على how to comment on certain report هذا عنده سؤال طيب إذا ما عندكم سؤال راح أسكر هذا التقرير هذا عنده سؤال على أي إشي أخذناه لحد هلأ قبل ما أمشي بالمادة طيب يلا هانت إحنا قربنا نخلص هلأ بدي اياكم تصحصحوا شوي معي بموضوع الباي بيلز لأنه بليز بليز امشي معي ستيب باي ستيب زي ما أنا بعمل دير بالك تسيف قبل ما أنا أقول لك سيف لأنه بدي أدفع أكثر من فاتورة مع بعض وصعب أرجع لك بالستيبس أوكي فركزوا معي وإذا إذا أنا استعجلت مباشرة احكي لي لحظة دكتورة لأنه بقدرش أرجع كتير أوكي فرح ندفع أكثر من فاتورة مع بعض هاي الفواتير عليهم خصم لأنه إحنا دافعين within the discount period وفي عندي كمان credit memo I need to apply لما رجعنا السلد لسنوستر فخلينا نتعلم كيف نشتغل كل هذا الحكي أوكي كيف بدفع الفواتير شو الشاشة اللي بستخدمها لدفع الفواتير إن شاء الله حدا يجاوبني PayPal's بالضبط PayPal's بروح على شاشة PayPal's هيها مجرد ما فتحتها عندي بتطلع عندي كل الفواتير اللي مش مدفوعة بتطلع عندي كل الفواتير اللي مش مدفوعة انزلي بالسهم لتحت انزلي بالسهم لتحت أنا بدي أدفع فاتورة Clothes Corporation أول إشي هاي آخر واحدة اللي هي ب 300 دولار بدي أدفع فاتورة Clothes Corporation اعمل عليها تك فقط اختار لي Clothes Corporation مش تختارهم كلهم اختار لي فاتورة Clothes Corporation لاحظ شو طلع عندك لما عملت عليها كليك حكالي انه Suggested Discount Suggested Discount بما اني انا مشتريتها بشهر واحد ولما اجيت انا ادفع ب 25 واحد انا دافعة within the discount period suggested discount اللي هو لهاي الفاتورة كان بيمتد لحد 29 واحد وانا جاي ادفع ب 25 واحد معناته انا within the discount period يطلع لي خصم السيستم اقترح علي انه الخصم يكون قيمته 6 دولار كيف حسبه اللي هو 2% ضرب الفاتورة اللي هي 300 فسجستد ديسكاونت اللي السيستم معطيني اياه 6 دولار ما بصير انا اكتفي هيك لانه هون تطلع الكريدت يوزد عندي زيرو او سوري الديسكاونت يوزد عندي زيرو لازم انا تو ابلاي ذس ديسكاونت للفاتورة يعني السيستم هو بيقترح عليك الديسكاونت بس انت يو نيد تو ابلاي لانه ممكن انت ما تاخذ الديسكاونت او ممكن الديسكاونت يصير عليه تغييرات او يكون في كريدت ميمو فهو بيقترح عليك الديسكاونت بس لازم انت تحدد له الديسكاونت وتحدد له شو الحساب اللي يسجله يسجل فيه الديسكاونت عشان يعرف السيستم تو ابلاي ات للبل قبل ما تندفع عشان هيك انت بتروح بتعمل ست ديسكاونت اوكي الديسكاونت قيمته 6 دولار اذا انا ما عندي مشكله على الديسكاونت هو فعليا قيمته 6 دولار بخليه زي ما هو لكن بضل علي احدد شو الحساب اللي انا بدي احط عليه الديسكاونت هلا ما تنسوا انه احنا مشترين بضاعه من شركه كلوث كوربوريشن مشترين جلوفز والخصم اللي انا باخده على البضاعه بينخصم من كلفة البضاعة اللي أنا اشتريتها يعني بينخصم من الكوست اوف جود سولد يعني بدل ما هي مكلفتني 300 دولار رح تصير مكلفتني 294 دولار فالافرج كوست تبع هاي الجلوفز رح يكون أقل عندي وبالنهاية الكوست اوف جود سولد تبع الشركة رح يكون أقل
فالديسكاونت اللي انا باخده على البضاعه بنحط على حساب من حسابات الكوست اوف جود سولد، تخفض من حسابات الكوست اوف جود سولد. طبعا راح نسميه ميرشندايز ديسكاونت، بدنا نعرفه لانه مش معرف عنا. اوكي، كيف بعرف الحساب؟ بفتح هون بعمل اد نيو، بعمل اد نيو اللي هي بتكون ظاهره عندي بالتوب. في حدا مش ملحق معي؟ هاي اد نيو. اوكي، النوع الحساب بليز كوست اوف جود سولد غيروا لي اياه، ما تخلوه انكم. كوست اوف جود سولد اتس نوت انكم، بليز ميز بين السيلز ديسكاونت اللي انت بتعطيه للكاستمر واللي بنخصم من قيمة المبيعات، وبين الميرشندايز ديسكاونت اللي انت بتاخده لما تدفع حق البضاعة ويعطوك خصم لانك انت اللي دفعت بكير. اوكي، في فرق، هذاك للكاستمر، هذا الك انت كشركة عم تشتري بضاعة، فهذا بده يكون مرتبط مع كلفة البضاعة، كوست اوف جود سولد. اوكي، نوعه، يعني حتى لو انا ما قلت لك انه نوعه كوست اوف جود سولد انت يو شود نو، وميز بينه وبين السيلز ديسكاونت. برجع باكد، السيلز ديسكاونت هذاك اللي هو انكم اكاونت لانه كونترا سيلز اكاونت. هلا رقم هذا الحساب 5200 اسمه ميرشندايز ديسكاونت. سب اكاونت من حساب الكوست اوف جود سولد، وانت لو ما غيرت فوق كان مش رح يطلع لك سب اكاونت صح. اوكي، سب اكاونت من حساب الكوست اوف جود سولد. اوكي دان يا شباب، اسيب، في حدا مش متبع معي؟ اوكي ابدان، اعمل لي سيف اند كلوز. بصير انا $6 اللي انت رح تخصمهم رح ينحطوا بحساب الميرشندايز ديسكاونت، وهذا الميرشندايز ديسكاونت اذا سب اكاونت من الكوست اوف جود سولد يطرح منه. اوكي، اعمل لي دن. مجرد ما عملت دن شو صار عندك هون؟ الديسكاونت يوزد از $6، معناته الاماونت ديو تو باي فور هذيس انفويس از $294 فقط. لاحظين كيف اي يوزد الديسكاونت تبعي؟ اوكي، لحد هون حدا عنده مشكله؟ حدا مش متبع معي؟ طيب ما تسيبوا بليز، ما خلصت، بدنا كمان ندفع فاتورة تانية. اوكي، بدنا ندفع فاتورة تانية اللي هي فاتورة سنو ستاف، فاتورة سنو ستاف. هلا سنو ستاف برضو انا رح ادفع within the discount، بس الفكرة انه كمان انا مرجع بضاعة على سنو ستاف، وفي عندي credit memo I should use. فشو بدكم تعملوا هلا؟ بدكم تروحوا تحطوا لي كمان تيك على سنو ستاف، غير التيك الاولاني، اعمل لي كمان تيك على سنو ستاف. هلا ميك شور انك انت تيك على سنو ستاف، واحنا هلا عم نحكي عن سنو ستاف. لاحظ لما انت عملت تيك على سنو ستاف اختلف معك الحكي اللي مكتوب هون. حكالي انه في عندي suggested discount 7.4، وحكالي انه في عندي credit available بقيمة $50 اللي هي هاي السلد اللي انا رجعتها، اللي هي هاي السلد اللي انا رجعتها. قبل ما اعمل الديسكاونت، قبل ما اعمل الديسكاونت I should use the credit. I should use the credit. هاي الكريدت اللي عندي اللي هو $50، بعمل set credit. بعمل set credit. بتأكد انه الفاتورة هاي $50 معمولة عندي، بقول له yes done. اوكي، امورها تمام. I want to use this credit عشان اخصمها من this invoice, in this bill. يعني زي كأني هيك بحكي له. بروح على الديسكاونت. بروح على الديسكاونت. هون الديسكاونت عندي فيه مشكلة، مين يحكي لي شو هي المشكلة؟ مين يحكي لي شو المشكلة؟ القيمة دكتورة لازم تكون بعد الكريدت. بالضبط، اكسلنت يا محمد. القيمة، القيمة أنا فعلياً السيستم حاسب لي ديسكاونت على $370 مع الضارب 2% ضرب 370. طب هل البندر سو نايف بحيث انه بده يعطيني ديسكاونت على بضاعه انا مرجعيتها؟ اكيد مش راح يعطيني ديسكاونت على بضاعه انا مرجعيتها، انا راح يعطيني الديسكاونت على المبلغ المتبقي. متذكرين 101 هذا الحكي درسناه؟ اوكي، ف الديسكاونت اللي محطوط هون suggested قيمته مش مزبوطه لانه محسوب على التوتال اماونت قبل الديسكاونت، فانا لازم اغيره.
كيف بغيره؟ بروح بحسبه أنا من أول وجديد. أنت بدك تحسب على جانب بتحطه جاهز، بدك تحسبه هون أنت حر. إحنا متفقين إن الكويك بوكس فيه كالكوليتر، لو أنا بحط يساوي بقول له 370 ماينس 50 أوكي اللي هي 320. طبعا أنا عم بمشيك فيها ستيب باي ستيب، بس أنت كان بإمكانك تحسبها لحالك. بعدين هاي هي اللي بتضربها في بوينت أو 2، بعمل إنتر. الديسكاونت الصحيح اللي أنا المفروض أحصل عليه اللي هو 6.4 وليس 7.4 أوكي. فهذا الديسكاونت الصحيح عندي لحساب نفسه اللي أنا عرفته قبل شوي، خلاص السيستم صار يحطه دائما اللي هو الميرشندايز ديسكاونت. يس هذا الديسكاونت اللي أنا بدي إياه، بس تأكد إنه المبلغ تحول عندك ل 6.4. إذا أنت ما حسبته حطه جاهز 6.4 واعمل لي دن. لاحظ شو صار بهاي الفاتورة، حكالي إنه اللي credit used is $50، الديسكاونت used is 6.4، الأمانت ديو لهاي الفاتورة 313.6. صار أنا عندي إنه فعلياً التوتال أمانت اللي أنا بدي أدفعه عن الفاتورتين اللي لسنو ستوب لكلوز كوربوريشن 607.6. تأكد إنه الرقم طالع عندك زيي قبل ما تسيف. إذا مش طالع عندك زيي معناته في إشي غلط أنت عملته. تأكد إنه طالع عندك مثل ما عندي بليز. أوكي تمام. في حدا مش طالع عنده المبلغ زي عندي؟ أوكي طيب. هلأ شو بعمل؟ بتأكد من المعلومات اللي تحت. تاريخ الدفع 25/1 بموجب شيك أنا رح أدفع من خلال checking account. باي ذا واي قبل ما أنا أسيف بس بدي أحكي لك، أنت بتقدر تدفع بطرق تانية، مثلا تقدر تدفع بالكريدت كارد تبعيت الشركة، كان بإمكانك تختار الكريدت كارد بس please don't use it. خلينا على checks أوكي و pay selected bills. طلع لي هاي الشاشة عشان يسألني do you want to print the checks. أنا هلا ما عندي printer to print any checks، بس أنت بتروح تطبع الشيكات وبتوقعهم حسب تعليمات التوقيع عندك في الشركة. أوكي لو أنا بدي أشوف الشيكات اللي طلعت عندي بكل بساطة بقدر أروح على write checks وأعمل back وأشوف شو الشيكات اللي طلعت عندي لسنو ستوب هيهم. يعني لو بروح على write checks بعمل back اوكي هاي الشيك تبع سنو ستاف 313.6 وهاي الشيك تبع كلوز كوربوريشن 294. لاحظ كيف هو السيستم عمل لي الشيكات مجرد ما انا قلت له يس ادفع لي الفواتير بموجب شيكات، خلص هو بيطلعهم. بدي اطبع الشيكات بطبعهم من هون وبوقعهم اوكي. وهلا الفواتير اللي اندفعت يا شباب طبعا رح يصير محطوط عليها انها بيد. هاي لو بدي ارجع لك باك على فاتورة ماموث باور طبعا لسه ما دفعتها. لو بدي ارجع لك على كلود كوربوريشن هيها اللي كانت ب $300 هيها محطوط لي جنبها انها بيد بالاخضر، عليها ووتر مارك بالاخضر انها بيد اوكي. وهدول الشيكات ورجيتكم اياهم. طيب حدا عنده سؤال؟ ضل علينا اخر طابق فعليا اللي هو موضوع السيلز تاكس اللي انا حكيت لكم اني راح اشرح لكم اياه بشابتر 6 عشان هيك ما تطرقت له قبل. موضل علينا السيلز تاكس ونرجع بس نستذكر التقارير وفعليا نكون ختمنا المادة. حدا عنده سؤال؟ طيب برجع بذكركم شوي بكونسبت السيلز تاكس. هلا انتوا فاهمين انه ضريبة المبيعات احنا صح بتندفع لنا من الكاستمر، بس احنا فعليا بنشتغل كمحصل لصالح الحكومة. هاي الضريبة مو إلنا، هاي الضريبة دين علي للحكومة، وكل فترة أنا رح أوردها للحكومة. أوردها يعني إحنا مصطلح بنستخدمه بالشغل المحاسبي، لما أنت تحكي تورد الضريبة يعني تعطي الإيراد تبع الضريبة للحكومة. هلأ هذا السيلز تاكس هو إيراد للحكومة، لكن أنت بالنسبة إلك بكون ليابيليتي عليك. فأنت لما تبيع الكاستمر على فرض انه انت بايعه ب 100 دينار واحنا ضريبه المبيعات عندنا بالاردن 16%، راح يدفع لك الكاستمر 116. ال $100 ها
هاي سيلز ريفينيو تبعك، لكن 16 دولار انت بتسجلهم as sales tax payable. اوكي لمين انت بتدفع هاي المصاري؟ بتدفعها للgovernment agency اللي لها علاقة بالضريبة. احنا بالأردن اسمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، هيك اسمها الرسمي، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الشركة اللي عندنا بتبعوا لكاليفورنيا وبيدفعوا الضريبة لكاليفورنيا tax agency. فخلينا نشوف احنا، طبعا انت كشركة ممكن يكون عندك اكتر من tax agency، ما في مشكلة ابدا. خلينا نشوف احنا how we could run some reports related للtax payable و how we could pay التax payable اللي علي لصالح الحكومة. في عندي هون بضمن الخيارات على الهوم سكرين عند الفندر اشي اسمه manage sales tax، يعني احنا فعليا الحكومة بالنسبة لنا فندر لانه بدهم منا مصاري. فmanage sales tax كليك عليها بتفتح عندك هاي الشاشة. من هاي الشاشة أهم بتقدر تشوف كتير أشياء، إنه شو الأيتيمز التاكسبل عندك، شو اللي مش تاكسبل. أنا بصراحة أكتر إشي بهمنا بهاي الشاشة اللي هو سيلز تاكس لايبيليتي، عشان أشوف شو قديش في علي ضريبة للحكومة وكيف أدفع الضريبة من خلال pay sales tax. إحنا خلينا أول شيء نشوف التقرير تبع سيلز تاكس لايبيليتي. اوكي تفتح عندك هاي الشاشه. لاحظ خليني انا مثلا احطها من 1-1 حسب هو شو طالب مني، اظن من 1-1 ل 25-1، يعني الضريبه اللي استحقت علي بهاي الفتره. هلأ التاكس ايجنسي اللي عندي هون اللي هي كاليفورنيا سيلز تاكس، طبعا لو عندي اكتر من من تاكس ايجنسي كان كل واحدة بتكون ظاهرة لحالها بسطر. السيلز ايجنسي اللي عندي اللي هي كاليفورنيا بيطلع لي قديش توتال مبيعاتي، بيطلع لي شو عندي نون تاكسبل سيلز ما عليهم ضريبة والتاكسبل سيلز، مجموع هدول التنتين بده يساوي التوتال سيلز تبعي. الاشي اللي انا باخذ عليه ضريبه اللي هو التاكسبل سيلز بنسبه الضريبه المستحقه عليهم 8%، فهي 8% في التاكسبل سيلز، معناته الضريبه بدهم مني تاكس بقيمه 241.25. هذا المبلغ هو اللي بضلع فيه شك لضريبه الدخل والمبيعات، بدققه إذا في عندي أي concern، إذا شايفة فيه مشكلة ممكن أرجع أدقق مبيعاتي وأتأكد إنه أموري تمام. أوكي سكروا لي هاي التقرير وخلينا نروح ندفع الضريبة. كيف بدفع الضريبة؟ من خلال pay sales tax، أوكي خليني أشوف المعلومات شو بدي يعني أحطها هو بالسلايد. هاي pay sales tax من حساب checking، ما عندناش غيره. check date اللي هو 25-1. by the way يا شباب check date ممكن يفرق عن tax due through، يعني أنا لحد إمتى بدي أسدد الضريبة هون. تاريخ الشيك ممكن يكون تاريخه مختلف، يعني أنا ب1-2 بدي أسدد الضريبة لحد 31-5 سوري ل 31-1، فأنا بحط الشيك ديت بيكون عندي 1-2 لكن أنا دافع ضريبة لحد 31-1، يعني ممكن هدول التاريخين يكونوا مختلفين in real life. أوكي حسب لإمتى أنت مسدد الضريبة. هاي 25-1-2015 هون طالب مني يكون نفس التاريخ اللي هو 25-1. أوكي بعمل تيك عليها، بختار التاكس ايجنسي اللي انا بدي ادفع لها الضريبة وبعمل اوكي. ماشي هلأ لو انا بروح بشوف الشيكات اللي عندي رح الاقي انه في عندي صار شيك صادر لكاليفورنيا تاكس ايجنسي بقيمة ضريبة الدخل اللي انا سددتها هلأ. اوكي شباب حدا عنده سؤال لحد هون؟
برجع بذكركم بالإنفنتوري فاليويشن سمري اللي احنا حكينا عنه قبل شوي، حكينا عنه بمحاضرة ماضية. الإنفنتوري فاليويشن سمري من وين بجيبه؟ اللي هو من الريبورت إنفنتوري فاليويشن سمري، فعليا هو من أهم التقارير اللي احنا نصدرها المتعلقة بالإنفنتوري. هاي كليك عليها، حتى إذا بتتذكر وإحنا هاد عملنا له ميمورايز وشلنا منه هدول. أوكي، لو أنا بدي أفتح الميمورايزد ريبورت، لو أنا ما بدي هدول يكونوا طالعين، بروح على، أنا بس حبيت أذكركم من وين إحنا أصلاً من جيبه، لكن أنا لو بدي الميمورايزد بروح على الميمورايزد وبروح على الانفنتوري فاليويشن سمري اللي إحنا عاملينه قبل هيك. أوكي، طيب أنا هذا التقرير اللي موجود عندي بيعطيني الـ quantity on hand، بيعطيني الـ total asset value، كلهم هدول مهمين بالنسبة إلي. لكن أنا برأيي إنه أهم نقطة، طبعاً والديت دائماً مهم إنك أنت تعدله على التاريخ اللي أنت بدك إياه، أهم نقطة بتهمني كمان بهذا التقرير الـ average cost. أنا كشركة I need to keep control over my cost, my average cost for the merchandise I'm selling. يعني إذا أنا كلفة البضاعة عندي كانت مرتفعة، أنا هذا الإشي رح يسبب لي أصلاً أني أكون عم بخسر كشركة. يعني خليني أطلع مثلاً، أعطيك مثال على البايندينج سكيز. أنا قاعدة بطلع أنه الأفريج كوست تبعيت البايندينج سكيز $75. هلأ لما أنا طبعت هذا التقرير بآخر شهر واحد كانت $75، جيت أنا طبعت التقرير بآخر شهر اثنين بلاقي لك ولا البايندينج سكيز ناطة من 75 ل85 الأفريج كوست تبعيتها، زايدة عندي بنسبة منيحة. طب بروح بتطلع شو المشكلة، يمكن أنا أكون مدخلة آيتم على آيتم، يمكن أنا أكون أم غلطانة بتدخيل البضاعة، يمكن أنا اشتريت من فندر بغلي علي الأسعار هاي المرة بدل ما أنا أروح أشتري من الفندر اللي دايما بعطيني بسعر أفضل من هيك. عشان هيك البريفيرد فندرز هون بتلعب دور مهم عندي. ممكن لا فعليا البايندينج سكيز سعرها ارتفع من المورد اللي بأمريكا، ويس أمورها هيك خلاص، ورح تضلها عندي ب75، رح تضل سعرها $85. maybe I should reconsider إني أرفع البرايس تبعي، إنه بدل ما أنا ببيعها ب90 لا والله برفعها ل95 أو برفعها ل100 عشان أصير أغطي كلفي، لأنه بعد الأفريج كوست ما تنسى إنه لسه كمان عندك other expenses رح يدخلوا عندك. يعني هاي الأفريج كوست اللي هي الكوست أوف جود سولد، طب ما هو في عندك مصاريف تانية اللي هي السيلينج والأدمينستراتيف إكسبنسز. فإذا أنت هامش الربح تبعك المارجن تبعك بعد الكوست مش مغطي، مش راح يغطي لك، مش راح يكون كافي بأنه حتى يغطي لك السيلينج والأدمينستراتيف إكسبنس، ففيت أنت فاتح لوجه الله تعالى. عشان هيك دائما مهم أنت تكنترول الأفريج كوست تبعك، تطلع على أنه هل السيلينج برايس اللي أنا بحطه معقول، هل في تغيير عم بصير يعني رابدلي انكريز بالافريج كوست تبعي بسيرتن ايتمز، بشوف انا شو مشكلتي، معناته يمكن البيرتشيز مانجر مش عم يشتغل شغله صح، مش عم بدور على فندر مريح حاله، بدور لي على اول فندر وبشتري منه، ما بدور على كومبيتيتيف برايس حسب يعني. فانا برايي اهم شيء تطلع عليه بهذا التقرير اللي هو الافريج برايس تبع الافريج كوست تبعك، عدا عن انه انت دقق الكميات تبعيتك. وأصلاً إحنا هذا يجوري منسحبه عشان لما نجرد نطابق مع الجرد، إنه نشوف شو الكوانتيتي on hand، نجرد على أرض الواقع بنهاية الأكاونتينج بيريد تبعنا أو whatever. في ناس تعمل جرد كل يوم by the way، بتجرد وبتطابق الكميات اللي موجودة عندك. أوكي إحنا هيك بنكون خلصنا الشابتر. حدا عنده سؤال على هذا الشابتر؟ حدا عنده سؤال يا شباب؟ حدا عنده سؤال؟ طيب لا دكتورة. طيب أنا راح أحكي لكم بس معلومة بسيطة، لكن هي مش داخلة معكم أنتوا فعليا. اللي مطلوب منكم بالكويك بوكس هو فقط لنهاية شابتر 6 اللي هم نازلين على الإيليرنينج. أوكي، بس خليني أعطيك معلومة بسيطة تاخد منها 2 minutes، هاي بتفيدك بكرة بشغلك. هلأ إحنا عنا بالشركات بيكون في عنا الفيكست أسيت، إحنا لازم نتبع عليهم وندخلهم عنا item by item ونحسب عليهم depreciation وإلى آخره.
هلا انا لو الفيرجن تبعت لي كويك بوكس عندي مختلفه كان راح يكون عندي إشي اسمه فيكست اسيت مانجر. الفيكست اسيت مانجر كتير مور سوفيستيكيتد ذان الإشي اللي موجود عندي هلا. هذا الفيكست اسيت مانجر بيسمح لي اعمل ديبريشيشن بعده طرق مش فقط بالستريت لاين او ببرسنتج ثابته. بيساعدني اني اسجل الديبريشيشن واحتسب البوك فاليو. يعني it's more sophisticated tool than اللي موجود عندي حاليا على السيستم اللي هو fixed asset item list اللي هي موجودة عندنا فقط. لكن احنا ما عندنا fixed asset manager, فعشان هيك انا رح اكتفي بس ان اعطيكم فكرة عن fixed asset item list. انا فعليا ما عندي, ما بعرف اذا انتوا عندكم المانجر بس انا ما عندي. الفيكست اسيت ايتم ليست مو شرط طبعا تدخلوا معي, بس بدي اورجيكم انا شو بعمل. هاي الليست, هاي الفيكست اسيت ايتم ليست زيها زي اي ليست ثانيه. اذا بدي ادخل عليها نيو ايتم, يعني انا اشتريت نيو فيكست اسيت عندي. طبعا ليش احنا مهم تو كيب تراك بالاسيت تبعونا, لانه احنا الديبريشيشن تبعنا كله اللي راح يتسجل وكيف انا راح ابيعها ولما ابيعها قديش بدي اعترف ب بgain or loss in sale. كل هاي الأشياء محتاج تفاصيل specific information about each asset. فعشان هيك إحنا بنعمل control to keep track على الأسيت, بنكون بنسجلهم بهاي الطريقة. هلأ لو أنا اشتريت asset جديد وبدي أسجله, بعمل هون new, بفوت بسجل الأسيت اللي أنا اشتريته, بدخل شو اسمه, هل هو store fixture whatever. أوكي بدخل الكلفة اللي أنا اشتريته فيها, بدخل تاريخ الشراء, كتير مهم تاريخ الشراء لأنه راح يبلش أحسب عليه depreciation من تاريخ الشراء. بدخل تاريخ الشراء الصحيح, بدخل على أي حساب asset أنا راح أحطه, هل هو equipment, هل هو fixture, شو أنا هاي. طبعا دائما بتنحط على original cost, انتبهوا مش على depreciation. depreciation هذيك اللي بعملها depreciation later on. بعمل بدخل المعلومات تبعيته وبعمل اوكي. انا مش كتير رح اهتم بالتفاصيل, بعمل اوكي. لازم يكون في عندي ديسكريبشن, بعمل اوكي وبسيف. اوكي لاحظوا صار عندي اسيت جديد موجود عندي هون, بقدر اطلع تقارير متعلقة فيه عشان بسهل علي عملية تسجيل الديبريشيشن. ستيل الديبريشيشن انتري تبع الاسيت انت ستيل راح تروح تسجله عادي بموجب جورنال انتري, بس ات ليست لما انت تيجي تحسب الديبريشيشن في عندك ليست تعطيك كل المعلومات, تعطيك تاريخ الشراء, تعطيك الكوست كل اسيت لحاله, بتسهل عليك عمليه حساب الديبريشيشن. اوكي يا شباب, بهيك انا بكون انهيت الماده اللي مطلوبه منكم. لسه طبعا انا ما خلصت, ما حدا تليف, بليز اعملوا باك اب بليز كلكم هلا وانا معاكم. باك اب يور ورك, باك اب يور كومباني, بيكوز ذس از ذا لاست ليكتشر اون كويك بوكس. باك اب يور ورك بليز, انا راح اعمل باك اب كمان. طيب كل عام وانتم بخير. احنا خلصنا الكويك بوكس, انا كنت حابه نخلص من الكويك بوكس باكثر باسرع وقت ممكن, واحنا فعليا مشينا منيح. ما كنت انا اكثر عليكم اصلا كثير محاضره, يعني يمكن هاي اطول محاضره, يوجوالي ما كنتش اعطيكم اكثر من ساعه ونص. هينا انجزنا الماده, واحنا اصلا لسه ماشيين اسرع من ما لازم. ليش؟ مش عشان انا مستعجل عليكم بشيء, بس لانه احنا ما تعطلنا. هلا اللابات صراحه بالتدريس كنا دائما نتعطل, وقت الامتحانات كان دائما يروح علينا محاضرات لانه اللابات بتكون مشغوله. فاحنا هلا لا في امتحانات ولا إشي, فعشان هيك احنا انجزنا الماده على بكير. يعني احنا فعليا مسبقين الماده نوعا ما ب 2 ويكس اللي هم من هون لاخر الفصل, يعني لانه احنا اللاب كنا نخلصه قبل بشوي. ففعليا احنا اللي فرق معنا انه ما كان في امتحانات فيرست وسكند عطلتنا, لانه كنا نلغي اللابات بهاي الفتره.
كل عام وانتم بخير. خلصت المادة، خلصنا الكويك بوكس. هلأ أنا بصراحة مبسوطة إنه I will not need to worry إنه الكويك بوكس شغال مش شغال، تفجر ما تفجرش، نزل expired مش expired. أنا هلأ مرتاحة نفسيا إنه إحنا خلصنا. استيل الكويك بوكس تضلوا عندك عشان لما تيجي تتدرب وقت امتحان الفاينل يمكن أنت تحتاج إنك ترجع تتدرب. بهيك أنا بكون أنهيت لكم المادة يا شباب. المطلوب منكم التشابترز الستة اللي موجودين على الإيلرنينج. أول تشابتر هو كان introduction وتعريف بالهوم بيج وتعريف بالدروب داون ليست منيوز اللي موجودة. يعني هو أصلاً أنت ليش أنا بركزش عليه كتير؟ لأنه أنت later on بترجع بتصير هدول معروفين عندك، بتصير عارف إنه الكاستمر فيه الانفويسز، إنه الفندر فيه الفندر سنتر، يعني أنت بتصير عارفهم بالبراكتس. يعني chapter 2 و 3 اللي كان chapter 2 بيحكي عن الانفويسز والكاستمر والريسيفابل بالنسبة لشركات السيرفيس، chapter 3 اللي كان بيحكي عن الفندر والبيابل لشركات السيرفيس، chapter 4 كان بيحكي عن الكلوزنج الادجستنج انتريز والبنك ريكونسيليشن والاند اوف يير بروسيجرز، وتشابتر 5 و 6 كانوا متعلقين بالمرشندايز كومباني. هذا اللي مطلوب منكم بالمادة على الكويك بوكس، ويعطيكم ألف عافية على جهودكم. هلأ شو نيكست؟ واتس نيكست؟ أول خبر حلو لكم إنه الأسبوع الجاي ما في محاضرة. هاي أول جود نيوز، ما في محاضرة يوم الأربعاء الجاي. لكن هذا لا يعني إنه إحنا ما في إشي، لكن الجود نيوز إنه ما رح يكون في محاضرة الأربعاء الجاي رسمياً. أنا من هلأ لآخر الفصل، لحد ما إنه خلاص ينتهي الفصل، I will give you practice على الإكسل. ليش أنا أنا فعلياً الفصل الماضية ما أعطيت practice على الإكسل، أنا بدي أعطيكم practice على الإكسل لمصلحتكم، لأنه أنتوا بكرة بس تروحوا تشتغلوا رح تشتغلوا مور على الإكسل. مش كتير رح تلاقوا شركات عندهم كويك بوكس، في شركات تستخدم كويك بوكس، في شركات تستخدم برامج محاسبية تانية، بس أكيد 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 أنت بكرة بس تشتغل رح تشتغل على الإكسل. ممكن أنت تكون رائع بالإكسل، ممكن تكون ما عندك knowledge بالإكسل أو عندك very limited knowledge، ما بعرف. لكن خلينا نشوف شوية محاسبة على الإكسل مع بعض، كيف وليش وشو السيناريو وكيف رح تشتغلوا. رح أعطيكم الديتيلز later on لما أنا أحدد هاي الديتيلز، لأنه لسه بدي أشوف شو بدي نعمل. هل رح يكون جروب وورك؟ هل رح يكون كل حدا لحاله؟ هل رح يكون كيس ستدي أنزل لكم إياها تشتغلوا عليها وبعدين تدسكست مع بعض؟ يعني منتفق شو بدنا نعمل. يعني الأسبوع الجاي أنا بكون منزلت لكم الكيس، فأت يور كونفينينس أنت بتطلع على الكيس، بدل ما أنا أجبرك إنه تيجي يوم الأربعاء الجاي بمحاضرة على الساعة 3:30 تقعد. أنا رح أكون نزلت لكم الكيس على الإيليرنينج أو whatever أو حسب شو أنا بقرر، وأنا بكون معطيتكم time limit تطلعوا عليها at your convenience خلال الأسبوع، بدل ما أنا أجبرك تيجي المحاضرة الجاي وتضلك تسمعني وأنا بحكي لك عن الإكسل. أوكي؟ اتفقنا؟ في حدا مش فاهم علي شو أنا بحكي؟ طيب تمام، شكرا دكتورة، الله يعطيكم العافية. برجع بأكد مين في هون، في ناس ما امتحنت الكويز. أنا بعتت إيميل مبارح، اللي ما امتحن الكويز عشان بكرة رح يكون الفيربال إكزامينيشن تبعكم، بليز كونتاكت مي عشان نحدد. إذا أنت لسه ما بعتت لي باي إيميل بليز كونتاكت مي. في حدا سامعني من الناس اللي ما امتحنوا الكويز؟ دكتورة عندي كويز بكرة أنا. بعتت لك إيميل أنا يا راما. بكرة على الساعة 2 عندك إشي؟ طب بكرة دكتورة عندي ميتنج مشان مشروع التخرج، ما بعرف إذا بزبط معك تخلي لي إياه للأحد ولا لا. ما أنا بعت لك مبارح إيميل يا راما، ليش ما رديتي علي وقلتي لي هذا الحكي؟ ما أنا قلت بأجل معهم شوي أو هيك، بس إذا أنت بتأجلي أحسن عشان يعني أكون جاهزة أكتر. بس انا بعثت لك ايميل، ما بعرف شفتيه ولا لا، بس شرحت فيه الوضع. يعني امتى بعثتي لي؟ خلص شباب يعطيكم العافيه، بس راما تضلها معي على الكونفرزيشن. انتم يعطيكم العافيه، يو كود ليف. اوكي شكرا دكتور، يعطيك العافيه، الله يعافيكم.
انت بعتي لي ايميل حكيت لي من الاربعة لربع للاربعة بدك الميتنج، بس مش شرحيت لي شيء. بعتت واحد تاني، بعتت واحد تاني، ما بعرف اذا وصل ولا لا، هلا بشوف. لا يا راما ما وصلني منك، عشان هيك انا متفاجئة انه انا اوريدي حطيتك على الاربعة لربع، وهلا انت قاعدة بتقولي لي انه you can do it tomorrow. فاهمة عليكي، انا بعتت ايميل لانه تنين، ما بعرف التاني ليش ما وصل. لا بس ما وصل انا بالاول قلت تمام، اذا هو ما بزبط معك بفضي حالي بكل الطرق. هذا الوقت اللي بعت لك يا ما عندي مشكله. يعني هو امتى الميتنج تبعك؟ يعني ثلاثة بيكون. طب ما انه الميتنج على الثلاث، ليش ما انت تمتحني على التنتين بدل ما انا اضلني استناكي وبعدين ما هو انا لاني بدي عم بقرا، انا لازم اجهز الميتنج، يعني بكون عم بقرا سكشن معين عشان نناقشه احنا كلنا كجروب ومع الدكتور وبس. يعني بس مش انت الكويز تبعك اللي معي المفروض انت اوريدي بريبيرد له، والمفروض انه كان الاسبوع الماضي وانت دارسه وجاهزه. ما هو انا مش انا قلت لك انه عرفت متاخره، فاصلا ما كنت جاهزه لما بلشت. لما عرفت انا درست تمام، لما قلت لي رح اجله كان ضايل لي كمان تشابتر، كان ضايل لي التشابتر الثاني. طيب عموما انا الكويزات كلهم بدي اعملهم بكره، ما بقدر أجل لك للأحد. بكرة أي ساعة بناسبك؟ يعني أعطيني وقت يناسبك. خلص اللي بعت لك يا 3:45 دقيقة. أنت متأكدة أنك بتكوني مخلصة اجتماعك؟ يعني أنا بس أستمع معك الجراجويشن بروجكت تبعوني بنقعد ساعتين، يعني ما تعطيني وقت وبعدين أضلني أستناكي وما تيجي. فأنا بدي وقت أكيد، يعني ما عندي مشكلة إذا بدك إياه متأخر أكثر. يعني بزبط متأخر كمان شوي. متأخر يعني أكثر بس مش كتير، يعني مثلاً يعني خلينا نحكي 4:30. 4:30. طيب 4:30 تمام. خلص يا راما، يعني أنا وأنت أوريدي بتعرفي إنه عندك كويز من أكثر من أسبوعين ومفروض إنك دارسة عليه يعني. أوكي تمام ماشي. بس دكتورة لو سمحتي بس احكي لي شو طبيعة الكويز، يعني مفصل كتير ولا جنرال ولا كيف؟ راح أسألك أسئلة وأكون أنا فاتحة الكويك بوكس قدامك على الشاشة زي ما أنت شايفتيها هلأ، وراح أسألك أسئلة زي الكويز اللي إجا لزملائك. راح أسألك أسئلة كيف أسجل، وين أروح، وين آجي، شو أعمل، يعني أنا راح أسألك شفوي وأنت تدليني شو أشتغل. أوكي تمام. أوكي عمره مرق عليك امتحانات للطلاب مثلاً، الطلاب اللي إجوا من بلدان بيعرفوش يحكوا عربي، لما يمتحنوهم عربي بيصير الدكتور الأستاذ بالمدرسة يسأله وهو يكتب عنه الإجابات؟ نفس الفكرة. يعني بدي أصير أنت تدليني شو أشتغل، وبناء عليه بقيمك، بناء على أنك دليتيني صح ولا ما دليتيني صح. تمام بس chapter 1 كتير طويل على الفاضي حسيته، يعني ما دخل chapter 1 يا راما، هو chapter 2 و 3 اللي داخل معكم. chapter 2 و 3. تمام احنا اكثر من مره صرنا. انا فكرت 1 و 2 تمام، فكرت 1 و 2 سوري. لا ميراما اطلعي على كل الايميلات اللي انا بعتها اكثر من مره، حكينا انه الكويز بشابتر 2 و 3 ما حدا جاب سيره شابتر 1. اوكي تمام دكتوره. بالنسبه للفاينل كيف رح يكون، يعني عملي ولا كتابة؟ لسه ما بين ميراما، ممكن يكون نص هيك ونص هيك، بس بس يبين معي بخبركم. بس هو من 70 علامة، ممكن يكون جزء عملي وجزء نظري. ماشي يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني بكرة موعدنا على 4:30. تمام. بس يعني إذا أنا بدي أخره للخمسة ممكن ينفع ولا لا؟ طيب أوكي يا راما على الخمسة إن شاء الله. أوكي شكرا. أهلا. Do you know?